بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. ان شاء الله النهارده في الجزء الثاني هيبقى عندنا وقفه تحليليه وكلام مهم جدا يتعلق بالنادي الاهلي ومسيرته خلال الفتره اللي جايه مع نجم النادي الاهلي السابق كابتن ولاعب النادي الاهلي السابق ونجم الاهلي ايضا الحالي كابتن ضياء السيد. في الجزء الثاني هنتكلم في تفاصيل كتيره جدا جدا، خليكم معانا. منذ دقائق فاز النادي الأهلي بهدف دون مقابل على طنطا، صعب الأمور إلى حد يعني أنه طنطا يكاد يكون هبط إلى دوري الممتاز بهدف وحيد، إلا أنه هو بيجي انعكاس للحالة. يعني إيه انعكاس للحالة؟ فرقة فازت ببطولة الدوري وحسمتها بشكل رسمي ونهائي. تعالى نفصص كل حاجة كده على حدة. فرقة فازت ببطولة الدوري وحسمته، وبالتالي الدافع والرغبة الأساسية في الاستكمال بتاع المهمة يكاد يكون مش موجود. الدافع والرغبة هيبقوا دايما عند الجمهور بيبص لهم فكرة انه ما احنا عايزين افريقيا، ما احنا عايزين توجهوا رسائل، ما احنا حاجات كتير جدا جدا. بس بطبيعة الحال اللعيبة دايما بشر، يعني بيجيلهم الحاله دي من انت تحس النهارده لعيبه النادي الاهلي عندها احساس كده خلاص الدنيا خلصانه، حاله هدوء تراخي انجاز التعبير، لانه حسمنا بطوله الدوري وكسبانين الدوري والموضوع بالنسبه لنا خلاص منتهي، وطنطا اخر واحد في جدول الدوري. مش بتكلم على فكره عدم احترام الخصم، لا خالص، بتكلم على فكرة اللعيبة نفسها وإحساسها إنه ما بقاش في دوافع. بالمناسبة ده الكلام حتى كمان اللي اتكلم فيه رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي الذي ما زال حتى الآن مديرا فنيا للنادي الأهلي، هتكلم في التفاصيل دي طبعا بتاعت فايلر. لكن تعال نحللهم نقطة نقطة. النقطة الأولانية له علاقة بالظروف، خلاص فرقة حسمت الدوري فالإحساس والدوافع مش موجودين على الاستكمال والحمية والحاجات اللي شبه كده بتقل. رقم اتنين كلام كتير جدا جدا ومدير فني احتمالية رحيله اكبر بكتير جدا جدا من بقائه، حالة من التذبذب، الناس مش عارفة ايه اللي هيحصل، كلام كتير طلع الفترة اللي فاتت فايلر مشي، لا خلاص ده انتهت القصة، جه كابتن محمد يوسف بعدين ينفك كابتن يوسف، بعدين النادي الاهلي بيعمل بيان يقول يا جماعة من فضلكم ما تمشوش ورا اي حاجة، احنا يوم 1/10 الموقف النهائي اللي هي رينيه فايلر هيتم اعلانه. الحاجات اللي شبه كده الحقيقه تدي انطباع او تدي احساس لاي فريق انه ما يكونش ماشي يعني ما يكونش ماشي بالنسق اللي انت مستنيه انت كجمهور للنادي الاهلي. فطبيعي جماهير النادي الاهلي النهارده خارجه من المباراه الان، خد بالك اي مكسب، وانا قلتها لكم قبل كده وقيس بالمسطره دي على كل ماتشات الاهلي والزمالك، مهما الـ 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 الناس هتبقى او اللعيبه هيبقى عندها الاحساس انه احنا وقت او قبل افريقيا هنبقى فايقين، الجمهور لا، الجمهور عايزك النهارده تنزل تكسب 4، الجمهور النهارده عايزك كل مباراه تعلم فيها عن نفسك وكل مباراه تاكد على المتاكد ان انا داخل اخد بطوله افريقيا. جمهور الاهلي بيفكر كده وجمهور الزمالك بيفكر كده، ففكره اللي انا دايما بكلمكم فيها النهم والشغف، الجمهور هيفضل طول الوقت عنده الحته ديت، انا عايز الماتشات كلها تكسبها، انا مش عايزك تبقى تبدي يعني اي تراخي في المباراه ولا اي احساس بقى ان انت حسمت بطوله الدوري. خلاص الجمهور قال لك بطوله الدوري خلاص كسبناها، انتهت القصه، احنا عايزين افريقيا، التسعة عصلجت كتير، ده جمهور النادي الاهلي. فعشان كده هتلاقي النهارده الناس مركزه قوي انه القناعات بالاداء مش احسن حاجه. طيب دي جزئيه، في جزئيه مهمه جدا بس واحده واحده يا جماعه كده، وخلينا بس ايه علشان انا ايه في امور ما بعرفش اعديها بصراحه. ما هو رينيه فايلر مدرب لحد قبل اسبوعين ثلاثه جامد، بس هو ما كانش مركز، صح كده ولا ايه؟ صح ولا انا بتكلم غلط؟ مدرب جامد وقدم اوراق اعتماده للناس لحد الفتره بتاعت كورونا، يعني لحد شهر 3 الراجل عامل اللي عليه وزياده، النادي الاهلي موصله خلاص والقصه عظيمه جدا في بطوله الدوري وموصله كمان افريقيا وتمام، فاحنا طبيعي راجل مدير فني محترم، وانا هو انا نفس الشخص اللي قلت وقلتها تاني وهقولها تالت مره. أول مرة قلت لما بيتعاقد النادي الأهلي مع مدير فني لا يحظى بالسيرة الذاتية اللي تخض واللي تبقى مع طموحات الجماهير، فهو بالظبط زي فكرة البطيخة، هتطلع حمراء هتطلع قرعة. فده رهان، الرهان كسبه النادي الأهلي، كسبه مجلس إدارة النادي الأهلي
والفكره بتاعت ان احنا نتعاقد مع مدير فني مش معروف في افريقيا كسبه لانه قدم اوراق اعتماده قبل كورونا كان ماشي بشكل كويس. لما رجعنا من كورونا بعد فتره توقف اداء النادي الاهلي متذبذب، لكن هل ده ياثر في الفكره اللي عندي وعندك ان هو مدير فني جامد؟ لا ما ياثرش. وبالتالي فكره ان النهارده عشان رينيه فايلر رجليه بتتشال من النادي الاهلي او رجليه بمعنى اصح بتبتدي زي ما بقول لحضرتك كده، فرص استمراره في الاهلي اقل بكتير جدا جدا من فرص بقائه. ما ينفعش نغالط نفسنا ونقول ان هو كان مدير فني على قده، ما ينفعش بصراحه. وصدقوني بامانه شديده يعني ما بشوفش انه الراي ده هيبقى راي منصف خالص. يعني لما يتقال اعلاميا من اعلاميين ولما يتقال في بالتحليل الفني هذا راي غير منصف على الاطلاق، لانه مش معقول يا جماعه هو نفس الراجل اللي كنا بنتكلم عنه انه مدير فني ماشي بشكل كويس. ممكن زي ما احنا كنا بنتكلم ورجعنا من بعد كورونا انه عنده اختيارات ممكن ما تكونش احسن حاجه، عنده رؤيه ما تكونش احسن حاجه، لكنه في الفتره اللي كان مركز فيها كان بنديك الاي 1. فدي جزئيه ليها علاقه بس بانه الاهلي جاب مدير فني محترم. لا جاب مدير فني محترم. تغيير قناعاتك بناء على انه الراجل هيكمل او ما يكملش ده انا ما بشوفهوش امر منصف خالص بصراحه. فلا يعني عمال اشوف اراء واشوف الناس بتقول وبتفرج على حاجات وبتاع، لا يا جماعه يعني مش معقوله. هو مش الراجل عشان خاطر خلاص ما هو يعني الفكره في كده، هو دلوقتي خلاص الراجل رجلي كده ورجلي كده، فهنقوم مغيرين بقى قناعاتنا واقلب بقى يا باشا ده ما كانش له في الكوره، ده كان تعبان. لا 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 لا, لا. هو زود السي في بتاعه، ما فيهاش اي كلام ولا مراءة في هذا ولا جدال، زود السي في بتاعه طبعا. فكرة انه بيجي النادي الاهلي اول محطة ليه في افريقيا، اول محطة ليه في الوطن العربي، بياخد بطولة الدوري، بيوصل النادي الاهلي سيمي فاينل. على كل بقول الكلام ده واحنا مش عارفين، ممكن الراجل ده يكمل وبنسبة ما خلاص. فلما يكمل بقى يا ريت الناس اللي قالت انه هو ما كانش نافع النادي الاهلي ترجع تاني في كلام تقول ان هو مدرب عظيم. خدت بالك من اللي بقوله ولا لا؟ دي جزئية بس مهمة عشان ايه؟ منعا للقيل والقال والراح وتعالى وجه والحاجات اللي شبه كده. هو الراجل واضح انه مستوى تركيزه وطريقته حتى كمان في المؤتمرات الصحفيه متاثره الى حد كبير. يعني انت النهارده الراجل الناس بيتسال في المؤتمر الصحفي، اول لما دخل قال بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه مش عايز يكلمني في حاجه بره المؤتمر الصحفي. ماشي. الموضوع مثار جدل يعني. خليني اقول لك بصراحه، بقابل ضيوف كتير يعني بيبقوا في نفس التوقيت بتاع الحاله بتاعتها، فاللي هو لازم يتسال، فهتبقى انت عايز تساله، بس هو في النهايه بيبقى يا اما ضيف يا اما في مداخله. لكن في المؤتمر الصحفي قد يكون عنده بعض الحق انه في مؤتمر صحفي عايز يتسال في الاداء الفني، لكنه بقى بالنسبه للساده الصحفيين معذورين بقدر ما ان هم عايزين يسالوا في انت قاعد ولا ماشي ولا عروض. حتى ردوده مستفز فيها شويه، متنرفز. على كل دي شواهد تدي لك الانطباعات اللي انا بقول لك عليها بقى، انه فرص بقائه اقل بكتير من امكانيه رحيله، لكنه هو مدرب محترم. يمشي النهارده، يمشي بكره، يمشي وخلاص، يمشي باي طريقه، هنقول الكلام ده وخلاص، وهي دي ودي طبيعه الحال يعني. وبناء كمان على طريقه الرحيل هيتحدد عليها حاجات كتيره. بناء على طريقة الرحيل اللي هيمشي بيها رينيه فايلر من النادي الاهلي هيتحدد حاجات كتيرة جدا جدا فيما يتعلق بالراجل ده تحديدا، في فكرة التعامل اللي هيبقى موجود معاه بعد كده سواء في الوطن العربي او حتى في افريقيا. طيب دي جزئية. الجزئية الثانية كابتن رضا عبد العال، بعيدا عن اي تهريج، والحقيقة كل مرة بيبقى كابتن رضا عبد العال عنده الشخصية الحبوبة يعني. طيب هو اللي شاف النهارده المباراه هيدي تحيه كبيره جدا جدا حال فرقه طنطا. ما هددتش النادي الاهلي بفرص حقيقيه، يعني مش زي الزمالك في ماتش الزمالك طنطا هدد الزمالك في فرص حقيقيه، ورغم كده كانت النتيجه اكبر، اتغلب 3. المباراه ديت لا، بعيدا عن اي تهريج والله وبعيدا عن اي هزار، الكابتن رضا عبد العال مدرب محترم. بقول لك ماشي معاك، مفيش فرص تقول انها فرص محققه بالنسبه لطنطا، بس ما تنساش انه في النهايه انت بتلعب مين؟ ها، رقم واحد النادي الاهلي، اللي هو زي ما اتفقنا فانيله النادي الاهلي وكفى قدام اي فريق تاني، ده رقم واحد. رقم اتنين الفائز ببطوله الدوري. رقم تلاته بص بقى للعيبه وللامكانيات وفوارق الامكانيات ما بينها وما بين طنطا. طيب كلمتك عن الاهلي والدوافع بتاعته والحاجات اللي شبه كده،
وقلت لك انه لعيبه النادي الاهلي ممكن يبقى عندها حاله شويه كده ايه من السكون من التراخي انجاز التعبير، لان هو حاسم البطوله ولسه قدامه شويه وقت على بطوله افريقيا في ظل كمان الكلام ده. لكن تعالى بص على بقى طنطا، ده مفيش دوافع المفروض خالص، ده المفروض الفرقه دي ما تخرجش من اوضه اللبس. الفرقه ديت داخله ماتشات مع مدير فني جديد، المدير الفني الجديد اول ماتش له كان قدام اف سي مصر تعادل، الماتش الثاني خسر من الزمالك، والماتش اللي بعديه قدام الاهلي، فانت بتلعب ثلاثه مع تدرج المستويات من 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 نادي مصر ده المنافس المباشر كان بالمناسبه لطنطا لفرقتين الاكابر الزمالك واهلي في بعد كده. فانت النهارده انا الحقيقه شايف فريق محترم، وسبحان الله يعني يمكن لو كان الكابتن رضا عبد العال كان جه بدري عن كده كانت الامور فرقت، لانه هو بيؤدي الموضوع بشكل محترم جدا جدا. كابتن رضا شخصيه حبوبه، يعني ايه شخصيه حبوبه؟ هو بيحب يهزر وبيحب يضحك، لكنه مش 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 قلبها مراجيح يعني، مش لا ده هو الراجل مركز مع فرقته كويس جدا وبيدي التعليمات الفنيه وشغال على الشغل النفسي. انت لو سالت النهارده كابتن رضا قلت له يا كابتن تعالى انت ايه الفكره؟ يقول لك لا ما انا هشتغل نفسي. فانت عايز من الراجل ايه قدام فرقه اصلا اوريدي هو مستلمها هو تقريبا مسلمه نمر تقريبا هبطت. فاكيد اكيد انت النهارده لما تشوف طنطا قدام النادي الاهلي لحد الدقيقه 80 متعادل مع النادي الاهلي، لا تحيه كبيره جدا جدا للكابتن رضا وللرجاله بتاعت طنطا على قد امكانياتهم وعلى قد مجهودهم ومع الظروف اللي هم فيها وبيلعبوا بالشكل ده، فحاجه تحترم جدا جدا. طيب على المستوى بقى الفني وعلى الامور الفنيه انا معايا على التليفون كابتن رضا عبد العال الغزالي. كابتن رضا مساء الفل. الفل يا ريما، ازيك يا حبيبي؟ ازيك ابو الكباتن؟ ازيك يا حبيبي؟ عايز اقول لك هارد لك طبعا، ولكنه في النهايه اداء استحوذ على تقدير واحترام الناس مع ظروف كتيره ليها علاقه بفرقه طنطا وليها علاقه بوجودك كمان كمدير فني لسه في ماتشات دخلت من الدار للنار زي ما بيتقال، انما حاجه محترمه النهارده بتاديها امام النادي الاهلي الحقيقه يعني. طبعا الشكر لله وبشكر اللعيبه، واكيد بعد ماتش النهارده لعيبه طنطا كلهم نالوا احترام الجماهير. صحيح صحيح، واخد بالك انت بتلعب زمالك ثم اهلي والاثنين عندهم بعد اسبوعين افريقيا، ايوه عندهم كل سبل النجاح، وانت فرقه يعني خارجه طبعا من هزايم وتغيير مدربين والكلام ده، لما يبان في ماتش زمالك بالمستوى ده ويطلع ناس عشان ما تديش رضا عبد الحق فرقه طنطا يطلع يقول لك اصل بيهزر ولا ومش عاجبني اصل هزار ومش عارف ايه والكلام ده، هم مش لاقيين حاجه فنيه لانهم هم كل ده في الفني فمش لاقيين حاجه يقولوها، وعشان ما يمدحوش فرقه طنطا ولا رضا عبد العال يقول لك ايه لا اصل بيهرج كتير اصل بيضحك، انا لو لعيب وهو بيهرج كده انا هفك ايه وانت كنت لعيب كوره تفك ايه؟ ما هي الفك دي هي اللي خليت اللعيبه خرجت من الجو بتاع التنشنه وبيقدموا المستويات دي قدام الاهلي والزمالك ابطال افريقيا. الله، هو بعدين يا كابتن رضا هي الناس كلها لازم تبقى شبه بعض يعني؟ هي كل الناس لا لازم ولازم المدرب يبقى مبوز وينفخ لا ازاي؟ ازاي يا عم ابراهيم؟ ملقوش في الورد عيب؟ قالوا له احمر الخدين. يا سيدي عليك يا ورد، انت يا ورد. لا بكلمك بجد والله، اصل هم ايه يقول لك ايه؟ لا سيبك بقى من الفكات وخلينا ايه؟ لا اصل واخد الموضوع، هو انتوا لازم يعني مثلا نقلبها عشان تقول لك طب ما انت هتقلبها محزنه هتخسر، هتقلبها تهريج هتخسر، بس دي مدرسه جديده رضا عبد العال بيعملها في مصر، ان انت تبقى اللعيب نازل فريش، وانت شفتني لما كنا بنسجل مع بعض قبل الحلقه لازم نضحك ونهرج عشان نخش الحلقه صح. نبقى يعني فريش ونبقى في قمه التركيز وقمه الاستيعاب وكل الكلام ده يا ابراهيم، واخد بالك؟ انقله بقى للملعب. انا مش حافظ، انا مدرب مش حافظ. ايوه انت تسالني مثلا لما تيجي تقول لي اصل انت كان عندك الجبهه الشمال قالوا له شغال منها، لما اشتغل منها نزلت له واحد وقف له وعشان كده غير علي معلول برغم ان هو ما فاش الا الشوط الثاني. أيوه. الشوط الاولاني قلنا مش بيلعب عليه راجل لعيب مهاري، وانا قلت له أيوه. قلت له الحته دي غيرت احمد فهمي من حته الرايد لحته اللف عشان يبقى في واحد مهاري على علي معلول يهمده شويه ان ما يطلعش كل شويه يعمل لك كروس كروس كروس، واخد بالك؟ يبقى عامل له حساب، يبقى اللي بيلعب عليه عامل له حساب. طب ليه ما تشكروش في حاجه زي كده؟ ما تشكروش ان احنا
ما اتمرناش على الكلام ده لان ما كانش فيه وقت. ما تشكروش ليه وتقولوا ان فرقه طنطا اتغيرت 180 درجه؟ ايوه ولا لا بس لا بس بس في الحقيقه ناس بتنصفك يعني. دي الناس المحترمه. شايف ناس المحترمة. شايف ناس كتير بتنصفك يعني. بالظبط الناس المحترمه الفاهمه اللي هي عندها فنيات اللي هي ما عندهاش ضغينه ولا سواد. هو بيقول لك رضا ابو علي وفرقه طنطا ده اللي بيشيد، ده اللي هو ما عندوش سواد. انما اللي يجي يقول لك لا سيبنا بقى من الفنيات وخلينا بقى في التهريج والكلام ده، انت مالك يا عم؟ انت عشان ان انت بليد فنيا جاي تقول له اصل هو بيهرج، انت مالك؟ اصل مسرح مصر، انت مالك؟ اصل انا لو لعيب عنده هنزل طب ما انت كنت بتعمل اسود واخضر في دماغك. يعني كنت قالبها كوافير قبل الماتش ومحدش يقول لك بتعمل ايه؟ بتقطع في مين بس دلوقتي؟ ما انا بقطع في مين؟ بتقطع في مين عشان ابقى عارف بقى، عشان ما تشيلناش الليله، عايز اعرف بتقطع في مين. لا مش انت اللي انت عارف انا بقطع في مين، اللي هو كان لعيب كوره وعم بيدهل دماغه شعره اصفر واخضر والكلام ده، يقول لك وادات ما كنتش بتبقى فاكك. طب ده ده كده انا ده كده انت بتتكلم بقى على ابراهيم سعيد بقى كده؟ يا حبيبي ابراهيم سعيد. طب ما ابراهيم حبيبك ده قاعد جنبك في الاستوديو، مالك؟ لا حبيبي هو، لو بص لو حبيبي هوب 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 يا غزال يا غزال، امر الله اقسم بالله ما اقعد في استوديو معاه تاني. غزال يا غزال يا غزال يقول انت بقالك 5 سنين بتشحت عشان ان انت تمسك يا غزال على الرايق ورينا على الرايق على الرايق تدريب مش هز كتاب يا كابتن رضا. خلينا نتكلم في الماتش الحلو يا حلو. هو طالع يقول لك طب خلينا في الماتش. ابراهيم حبيبك خليها دلوقتي على جنب. طب خليها دلوقتي على جنب. طب نتكلم في الحلويات، خليها على جنب دلوقتي. ها النهارده محترمه قدم جيم كبير قدام النادي الاهلي وقبليه قدام النادي الزمالك، وده في فتره وجيزه. وانا هقول لك ان انا ما اشتغلتش تكتيكي ولا فني، انا بشتغل على نفسيات اللعيبه. طب قول لي بس الاول، انت 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 المره دي بخلت عليا وما قلتليش طريقه اللعب قبل الماتش، وقلت قلت انت بتجهز. طريقه اللعب النهارده عليا للعيبه. لا بص بقى بص بقى، فاكر بقى موضوع الشبكه اللي فات برضو اهو بيتكرر تاني. تعالى يمين شويه شمال شويه عشان الصوت. بص كده كويس بس انت اتحركت، ما تضحكش عليا المره دي. لا اتحركت انا فين الشارع اهو. تعالى ايوه شويه كده اتحركت كده كويس. اتحركت بس اهم حاجه ولا لا؟ والله خرجت. انا مش مأمن لك. اتحركت. طب كده تمام خلاص، الصوت بقى كويس عظم. يلا اتفضل. فانا بقول ان انسب طريقه دلوقتي للعيبه اللي هي موجوده معايا 4-2-3-1، لان هم حافظينها وانت عارف بيشتغلوا من اول الموسم. بس هي كان ممكن مثلا انت بتلزمهم. ايوه كنت مثلا بتقول له انت تلعب على علي معلول مدافع، وتلعب على محمد هاني مدافع، وتلعب على السوليه مدافع، وتلعب على حمدي فتحي مدافع، وانت لازم تمسك الاثنين مساكين، وانت لازم تمسك بادجي، وانت لازم تمسك كهربا، وانت لازم تمسك حسين، انت واخد بالك؟ فانا قلت لهم لا، اقرب واحد له يقابله، اقرب واحد يمسكه، اقرب واحد مش هنخلي حد يمسك حد. ايوه بس اهم حاجه احنا لو ضيقنا المساحات وقطعنا الكوره وبدانا احنا نلعب كورتنا، هم اللي هيحاولوا يمسكونا احنا. فدي ثقه، فدي دي بتخلي اللعيب عنده ثقه بدل ما انت بتلزمه. يعني انا مثلا احمد فهمي النهارده كان عامل مباراة كبيرة هو وقنص. والله الاثنين عاملين شغل محترم والله، والفرقة كلها مجهود يعني، بذلوا مجهود يعني، ما كانوش متراجعين ولا متخاذلين الحقيقة يعني. لا وغير كده يا ابراهيم ان انت بتقول له ايه؟ انت اللي تهاجم لي على علي معلول، انت اللي تهاجم على محمد هاني، انت اللي تدافع عليه، وهنا الفرق. انت لما تدي اللعيب اللي عنده حلول الثقة وتقول له روح ورقص وما تخافش، واحد على واحد وعدي منه وقف على الكورة وغير اتجاهه والكلام ده، بيعمل الكلام ده فبيبان شكل الفرقه حلو وشكله حلو. انما الاول كان مثلا مطلوب منه ان علي معلول ما يعملش اوفر، ارجع معايا. طب انت هتهاجم ازاي وهتجيب جون ازاي وهتوصل لجون النادي الاهلي ازاي؟ صح واخد بالك؟ هو ده التحرر اللي احنا عملناه. ان في 4 ولا 5 بيدافعوا وفي 5 تانيين بيهاجموا بيموتوا نفسهم عشان يجيبوا جون. انت حررت الفرقه وحررت اللعيبه. عايز اسالك بقى، عايز اسالك هجيب لك لقطه كده وعشان الساده المشاهدين يبقوا مرابطين معانا، وانت برضو اكيد حضرتك عارفها اللقطه بتاعه كهربا بين الشوطين كده، جت لكهربا وهو بيحضنك او بيبوسك، ايه اللي حصل وايه ايه الحوار اللي كان بينك وبينه؟ لا الحوار ان هو ما يعني في كوره كده انا بكلم الحكم، فقام جاي هو قال لفظ. طبعا
ما انت كنت مقطع في كهرباء قبليها فتلاقيه برضو مشحون. لا لا انا بص انا لما بقول لكهرباء بقول له ان دايما يلعب في حتته ناحيه الشمال لان هي ديت عدلته. انما هتلعب تحت الفيرود ناحيه الرايت يبقى او راس حربه دي مش بتاعتك. وعشان كده بيبان شكلك وحش ومش هتبقى كهرباء اللي هو كان كهرباء السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. طيب ما انت يعني ما هو المكنه شغاله. لا ده فنيا وانا بشتمه بقول لا لا ما لا ما ده مش شتيمه ده مش شتيمه. طيب ده فنيا. انا بقول له ان انت مش هترجع كهرباء تاني الا لما تلعب في حتتك. طيب ما هو بقى قال لك ايه بقى في الملعب بقى؟ قال لك حاجه مش هتتقال ما ينفعش تتقال. ما ينفعش ماشي واخد بالك. فالمهم يعني فانا رديت عليه واخد بالك قلت له برضو حاجه ما ينفعش تتقال. طبعا ماشي حلو اللي بعده. لا عايزين الكلام اللي ينفع يتقال بقى. لا ما فيش هيتقال غير لما جه بس دماغه وقال لي انا اش ايوه قال لك ايه بقى لما جه بس دماغك بقى ايه اللي حصل الكلام اللي ينفع يتقال؟ حقك عليا يا كابتن وما تزعلش انت كابتني وانت عارف انا بحبك قد ايه بس انا قلت له انا عارف ان انت مضغوط بس انا دايما بتكلم في صالحك وبتكلم عليك انما لما بتكون وحش ده انتوا اتكلمتوا ناقشتوا بقى ده موضوع. فهو ودخل لي بين التايمين وبعد كده اول ما نزل برضه بين التايمين وجه وقلت له خلاص الموضوع انتهى وانا قبلت اعتذارك. خد بالك اقول لك على حاجه يا كابتن رضا والله والله العظيم انا اصلا انا كهربا ده دخلت بيته وشفت اهله وابوه وامه ناس طيبين وهو طيب جدا. كهربا ده كهربا ده طيبت الدنيا فيه اقسم بالله يمكن ناس كتير بس واخده عنه انطباع انما كهربا ده طيب جدا جدا والله. يا حبيبي ده كلمني ثلاث اربع مرات ودايما يشكرني لما كنت بشكر فيه وبثني على ادائه يعني فالموضوع يعني مش بس هي انت عارف بقى ان نرفزت ملعب هو متوتر هو مضغوط لان طبعا انا عذرته طبعا لان انا لما رحت النادي الاهلي كنت في الوضع ده كان عايزين الجماهير مثلا كانت تقول لك رضا عبد العال ده مكسب الفرقه وجايب ثلاث اربع كل ماتش لازم تبقى كويس فهو برضو انا كنت عذره في الحته دي وخلاص الموضوع انتهى وقفلنا الصفحه يعني واتاسف وخلاص وده بامان الله قوله ما تخبيش. ها قوله ما تخبيش انا اجيب لك جايب لك صوره كده وقول بامانه الله لما لقيت اليو بادجي واقف على الخط وبيغيروا الراجل بامانه الله كنت عايز اجيب كرسي من بتاع الفراشه وادي لي اتنين مساكين اقول اللي الكوره رجله عاليه اطلع على السلم بامانه الله بص انا جايب لك انا جايب لك الصور انت بتبص له زغره اقسم بالله اللي هو ايه انت هتعمل ايه انت ناوي تعمل ايه انا السودا يا عم ابراهيم انا يعني العيال برضه هتعمل ايه المساكين الله يكون في عونهم يعني طويل بسم الله ما شاء الله ده فارع ما شاء الله ده اتولد ازاي ده يعني ده تلاقيه اول ما اتولد كان مت بس كويس انت لعبت عليه الكورسات كويسه يعني لا الحمد لله انا قلت له بس ما يعني انت ايه نط قدامه بس نط يعني قدام قلت للمدافعين بتوعك كده يعني قلت له بالذات لما ينزل يبقى انت لازم ايه ما تحسسوش ان هو طالع لوحده يعني حاول اعمل اي حاجه اعمل اي نوش في المنطقه قدامه التوفيق بتاع ربنا يعني التوفيق بتاع ربنا بقى جات له وحطها يبقى ربنا موفقه ما جاتلوش يبقى انت عملت اللي عليه. مكمل مع طنطا ولا لا؟ ان شاء الله بامر الله مكمل مع طنطا. طبعا ناس محترمه وفرقه محترمه وبلد محترمه. انت عارف ان انا عشت فيها اربع سنين قبل كده يعني من احلى اربع سنين في حياتي. انا كان نفسي تيجي بدري شويه يا كابتن رضا كان نفسي تيجي بدري كام ماتش كده. بص هقول لك على حاجه انت بص مصر كلها كانت مستناني متقطع فيا وتقول لك بقى ده ما عندوش فكره وفالح بس يقعد لي في الاستديوهات ويقعد يتقمز على ده ويقعد يقطع في ده. الحمد لله بعد الماتش اللي فات وبعد ماتش النهارده اظن يعني الرساله وصلت. الكوره مش هز كتاف كوره فكر كوره انت تعرف تتعامل ازاي مع فرقتك تعرف تلعبها ازاي تعرف تاخد من اللعيبه يعني انت لو مسكت فرقه فيها امكانيات تعمل حاجه تاخد بطوله يا جدع انا قلت لك قبل كده لو مسكت منتخب مصر وما وصلتوش كاس العالم اشرف سامي بعد الشر بعد الشر عنك لا لا هو في بس عشان عارف يعني انت بس بعد الشر عنك بس انت عشان عارف ان انت عمرك ما تمسك منتخب مصر طب وليه ليه ليه هو بعد اللي انت شفته ده هو حد كان يقدر يخش نادي طنطا بعد اللي حصل ده لا بس هم واحد قلبه ميت اسمع بس لا 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 خد بالك هم برضه سلموك الفرقه بعد ما كانت مسلمه برضه وده عايز واحد مقاتل برضه يعني ما واحد قلبه ميت واحد ماشي قلبه بس ميت. خلاص ما الفرقه نازله عارف اللي هينجح طب اقول لك على حاجه حاجتين انت بالله عليك انت طبعا لما كنت بتكلم معاك وبتكلم قبل كده في الاستوديوهات والكلام ده انت كنت تقول ايه هجاص وراجل بيتكلم لا لا عمر ما قلت عليك هجاص والله عمر ما قلت عليك انت اللي قلت مش انا اللي قلت انا نزلت ارض المعركه طب ايه رايك بقى في الماتشين بتاع الاهلي والزمالك
لا عملت ماتشين محترمين جدا جدا، واتخيل بامان الله بدون اي مجامله مع امكانيات اكتر او بدايه موسم او فرقه تبقى انت باصم عليها، يعني هنحاسبك اكتر، يعني تبقى برضو فتره الحكم اكتر، يعني علشان برضو ابقى امين. اكتر فتره تحكم عليها هي الفتره دي. ما انت برضو خد بالك، انت احنا برضو مش هنخالف قناعاتنا، لان انت بتلحقش قناعاتك دي بقى، انت حافظ اسمعني، اديني طب فرصه، اديني فرصه، هوب هوب. ما انت مش لاحق تمرن، مش حاطط التكتيك بتاعك، انت كل يومين ثلاثه ماتش ما بتلحقش، لكن لما يبقى عندك فتره ودوري مش مضغوط تحط البصمه بتاعتك، ماشي امشي معايا تكسب، ماشي ما اختلفتش معاك. شفت دي قناعاتي بقى، بقيت حافظ دلوقتي ولا دلوقتي فاهم؟ قناعاتك لما انا اقول لك نظري اعمل كذا واعمل كذا، هتلاقي نفسك احسن من فرق كتيرة قوي، وهتوصل للجون. واللعيبة بتنفذ الكلام، واللعيبة بتنفذ الكلام ده. الماتش اللي فات احنا مضيعين كام واحدة، النهاردة مثلا في اخر دقيقتين في كام، يعني النهاردة بس النهاردة على استحياء كده يعني، بس طبعا بص انت بتلعب النادي الاهلي، ان انت لو فتحت قدامه هتشيل اربعة خمسة مستريح. ايوه الاسماعيلي شال ثلاثة، اف سي مصر اللي هي اتعادلت معانا شالت ثلاثة، واخد بالك؟ لا الاهلي يفضل اهلي طبعا، ما فيهاش كلام. طب بس عايز اسالك على حاجه، مين النهارده في النادي الاهلي استحوذ على اعجابك، يعني وانت واقف بقى بره بتدير الماتش فرقه الاهلي، مين اكتر حد عجبك قوي؟ ما كنتش شايفه كده في التلفزيون. قفشه لما نزل فرقه الاهلي كلها اتحركت. قفشه لما نزل ايه؟ فرقه الاهلي كلها اتحركت. فرقه الاهلي كلها اتحركت، معلش هم بيحللهم دايما الكلام اول لما تيجي تتكلم، فمعلش قفشه اول لما نزل فرقه الاهلي كلها اتحركت. اتحركت زي الماتش اللي فات بالظبط، بن شرقي لما نزل فرقه الزمالك كلها اتحركت. دول صراحه يعني دول اكتر محورين عجبوك قدام ال دول اللي انت حسيت بخطورتهم. يعني انت الاول انت بتلعب عادي، جيم عادي، مفيش اي عادي، بيروح للجون عادي، بس مفيش الخطوره اللي هي يعني توجعك او مؤثره، يعني بدليل ان قفشه اول واحد، اول فرصه ضاعت اللي هو حطها ومحمد اشرف طلعها برجليه الشمال. ما فيش كلمتين حلوين بقى كده على التحكيم، الفار نصفك النهارده؟ لا انا من الاول وقلت جت في ايده، قلت جت ايد كهربا من الاول خالص، وعارف ان هو هيرجع للفار، هو اذا كان عليه كان حسبها الحكم. ليه؟ الحكم ايه؟ ليه؟ ما هو الراجل ما حسبهاش اهو، ما هو الفار رجعه تاني اهو. هو حسبها ولا ما حسبهاش؟ ما هو حسبها بس رجعوه تاني فيها. طيب الفار يعني هو نصفك اهو. ماشي يعني لو ما كانش الفار كان خلاص خلصت ولا لا؟ ماشي يعني ماشي مش مختلف معاك، بس في فار اهو نصفك اهو، كلمه حلوه للفار، كلمه حلوه للفار. لا ما هو انا بقول لك مفيش كلام حلو. لا ازاي بقى ازاي؟ الفار هيفرق كتير قوي في فرق تهبط، وفرق تاخد دوري، وفرق تبقى في المربع الذهبي، واخد بالك؟ وفرق تفلت من الهبوط. هو ده دوره. ايوه هو ده دوره. يعني انا اقول لك على حاجه، مع الفار برضو في ماتش الجونه، يعني لو الجونه مثلا حسب الفاول ما كانش دخل الجون، فدي برضو بس الفار لازم كان يرجع الكوره. ماشي انا بتكلم على الحاله بتاعت الماتش النهارده. ما هو ده ما بينسف، ده ما بيظلم برضو، لان مش الفار بقى، الناس اللي على الفار، الناس اللي على الفار بس، انما الفار ده جهاز. قول لي يا كابتن رضا، تدي لنفسك كم من 10 لحد دلوقتي في تجربتك مع طنطا؟ لا انتوا اللي تدوني، انا ما اديش لنفسي، بس انا ماشي بخطه ثابته اهو، من ماتش لماتش المستوى بيعلى، واللعيبه ثقتها في نفسها بترجع يا ابراهيم. يعني تخيل مثلا انت بتلعب النادي الاهلي، وانت ليك شخصيه قدام النادي الاهلي، وليك شخصيه قدام نادي الزمالك. انت عندك الماتش الجاي مين يا كابتن رضا؟ الجونه في الجونه ان شاء الله. الماتش صعب طبعا، ماتش طبعا صعب. لان الجونه عندها ماتش بكره مع الزمالك، وبعد كده هي عايزه تخلع من الحته بتاعت الهبوط دي، وتفلت منها، فطبعا هيبقى ماتش صعب جدا جدا. صحيح. يعني انا بقول للعيبه، بقول لهم هتلاقي الزمالك والاهلي سهل جدا، لان دولت عايزين يكسبوا، هيبقى في مساحات. بيبقى في مساحات. غير بقى غير لما تبقى تلعب فرقه في تضييق مساحات، او فرقه كتف. لا وكمان عايزه عايزه تخلع، يعني عايزه تهرب من شبح الهبوط برضه، فبيبقى برضه مامنه، وفي نفس الوقت بتبقى كل لعبها بيبقى ضاغط ضاغط ضاغط، عشان عايزه تجيب جون ولا بتاع، فبيبقى اللعب كله مقفل، مش زي الاهلي والزمالك اللي بيبقى فيه مساحات، هم بيهاجموا عشان ان هم يجيبوا جون والكلام ده، فانت ممكن تعمل هجمه مرتده، ممكن تستحوذ في نص ملعبك، بالك ده الماتش اللي جاي ده هيبقى صعب بكل المقاييس. ربنا يكرمك ويوفقك يا كابتن رضا، عملت حاجه محترمه، وقلت ده بعيدا عن اي تهريج بقى او هزار او محبه،
قدمت نفسك كمدير فني محترم ومعاك رجاله محترمين الحقيقه في طنطا قدموا نفسهم بشكل كويس، وبتمنى لك يا رب دايما التوفيق. وخد بالك بقى لا تلتفت الى الانتقادات، او لو في انتقادات تقبلها، لان انت بتنتقد ناس كتير، فخلي صدرك واسع. لا خلي صدرك واسع. بص بص في الفني انتقدني فني، هو انا دلوقتي مش مدير فني؟ ايوه. يعني اذا ان انت لما تقول لا انت عندك الحته الدفاعيه، لا عندك نص الملعب شوارع، لا عندك ما بتروحش للجون، ماشي ده حقك، ماشي ده حقك، انما ماشي. تيجي تقول لي ده مسرح مصر خلاص بقى، وانا لو لعيب لا، ما انا بقول لك اهو. يعني احنا خلينا دايما ايه تقبل، عشان انت راجل محلل، وبعدين انت انتقدت الناس كلها، فادي للناس برضه عشان الناس تبقى فاهمه التوضيح ده مهم. انا بنتقد الناس، بص بنتقد فنيا يا ابراهيم، بس والجدع يقابلني فني. انما هو عشان مش لاقي فني فبيدور على حاجه عشان مفلس. طبعا انت عارف خلاص بقى الفلس وحش. مساك حلويات. صباح الفل يا حبيبي. سلام يا كابتن رضا، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن رضا عبد العال نجم مصر والمدير الفني لطنطا. انا بصراحه هقول لكم على حاجه، انا بحبه اقسم بالله. نقطه ضعفي في الحياه كلها كابتن رضا عبد العال، مش عايز ابقى امين يعني. ف وعلى فكره عايز اقول لكم على حاجه كمان، هو طيب وهو على على على, على نفس طلعته كده، يعني هو يهب ويتضايق ويزعل وبتاع عادي جدا في ثلاث ثواني الا ثلاث خش. خلاص يا كابتن رضا خلاص خلص، مفيش موضوع. مش من الناس اللي لا بتشيل ولا شايله للضيق، والله العظيم هي دي بس النقطه اللي انا يعني بحب حتى كمان اقولها للناس. هو مش من الناس اللي شايله للدنيا هموم، يعني هو عايش الحياه لطيفه، انا مدير فني والدنيا حلوه وهنلعب يا ابني وتعالى وكده. هي طريقه واسلوب، مش في ناس بتبقى معقده حياتها، معقده يعني دماغها فيها تركيبات مختلفه. هو الراجل عايش حياته بالطريقه دي، ما تطلبوش من الناس كلها تعيش الدنيا زي ما انتم شايفينها. وزي ما هو ما بيقول، انا دايما حتى كمان بقول ده طول الوقت وفي كل البرامج اللي بشتغل فيها، اقولها على حاجه يمكن ما قلتهاش قبل كده. يعني في وقت من الاوقات اتعرض عليا في 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 بظروف لاعبين بعينهم في معلومه بفيديو، اللاعب الفلاني ده كان قاعد في الحته الفلانيه، اللاعب العلاني ده كان مش عارف في الحته العلانيه، ده الكذا كذا حصل كذا. لا عمرها حصلت ولا عمرها هتحصل انه البرنامج، اي برنامج يكون موجود فيه، يتطرق لاي حاجه من الحاجات دي. ليه؟ احنا ملك بعض في ال 90 دقيقه، نقعد نتكلم مع بعض زي ما الكابتن رضا كان بيتكلم. 90 دقيقه اداء فني، بره 90 دقيقه مش قصتي. هقيم ادائك، فانت مش مركز بقى واسبابها ايه واللي حواليها ايه، دي مش قصتنا. اللي فيها ايه واللي لا، حاجات اللي بره الكوره انا بشوفها ان هي لا تجوز باي حال من الاحوال. الامور الفنيه والامور اللي ليها علاقه بالاداء والامور اللي ليها علاقه بالحاجات اللي شبه كده، هي دي اللي احنا دايما بنروح ونيجي فيها. انا معايا على التليفون كابتن سمير عثمان. يا كابتن سمير. كابتن ابراهيم ازاي حضرتك؟ مساء الورد. يا نور، عامل ايه؟ كله تمام. بنستمتع كل مره بعد المكالمه بتاعت كابتن رضا بصراحه. بقول لك يا كابتن سمير، تاخد بالك برضو المره اللي فاتت كنت حضرتك في ظهر المداخله على طول بتاعت الكابتن رضا، مش كده؟ بس انت المره دي ما كنتش بتدعي ان المداخله تطول عشان خاطر الماتش. ها الدنيا سهله النهارده. لا ده انا اللي طالب النهارده خالص. الدنيا مش بتاع كهربا النهارده، هي حاله واحده بس، الهدف بتاع كهربا اللي لغاه الحكم بعد ما رجع لتقنيه الفيديو. قول لي، هو النهارده طبعا احمد حمدي لعب المباراه بعد غياب حوالي مثلا ثلاث مواسم. كان اخر ماتش لو نتذكره كان مباراه الاهلي والجيش اللي كان لعبها. ياه، ثلاث مواسم او ده اول مباراه يلعبها. ليه كان فين الثلاث مواسم دول يا كابتن سمير؟ كان موجود. موجود فين؟ بس كان بيحكم ماتشات ثانيه، يعني ما كانش طرفها الاهلي والزمالك الفتره اللي فاتت. يعني كان بيحكم ماتشات ثانيه لكنه ما ياخدش حاجه اهلي او حاجه زمالك. زمالك هو حكم من الحكم. هو كان عامل يعني كان عمل مشكله قبل كده ولا حاجه؟ لا كان في ماتش بتاع ماتش الاهلي لو نفتكر، يعني كان احتمال في بعض المشاكل كان فيه. بس خلينا النهارده يعني خلاص اللي فات. لا دوروا لنا يا شباب كده ماتش الاهلي والجيش اخر مباراه للكابتن احمد حمدي حصل فيها ايه؟ كابتن سمير مش عايز يقول. لا كان من زمالك. لا هيجيبوها من ثلاث سنين ان شاء الله يا رب، من ربع قرن هيجيبوها. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن سمير. النهارده احمد النهارده عمل ماتش كويس والطاقم المساعدين اللي معاه، بس انا النهارده انا من وجهه نظري هو نجم اللقاء بصراحه عمرو الشناوي اللي هو حكم الفيديو النهارده. ماشي. لان دي حاله، تاني حاله صعبه عمرو يحسبها في الدوري. لو نفتكر من حوالي خمس اسابيع ماتش الجونه
والمقاولين العرب بعد اما المقاولين العرب لو تفتكر كابتن ابراهيم احرز هدف وهم بيحتفلوا راح حكم الفيديو اللعبه المركبه دي برضو اللعبه المركبه رجعها وبقت ركله جزاء على المقاولين. ايوه النهارده برضو اللعبه بتاعت عمرو برضو النهارده كان هو حكم الفيديو بصراحه يعني شافها بشكل كويس حتى بعد تم احراز الهدف نادى احمد حمدي عليها وفضلوا يتناقشوا معاه. طالما ان الحكم رجع كابتن ابراهيم بيبقى هو ايه عنده قناعه ان الهدف سليم ان قراره سليم بس اما حكم الفيديو بيقول له لا تعالى شوفها بقى من كذا زاويه فعنده حاجه من حاجتين يا يقتنع بكلام حكم الفيديو يا بيصمم على رايه زي ما احنا هنا شايفينها اللعبه طبعا هنا واضح طبعا ان الكره لمست في ايد كهربا بدون تعمد وانت عارف حته بدون تعمد دي خلاص اتلغت بالنسبه للمهاجم بمجرد في لمس خلاص اي شكل لمس بقى تمام فطبعا طالما انها على المهاجم طبعا زي ما احنا شايفينها واضحه طبعا فالحكم بيصفر على طول بتبقى ركله حره مباشره وطبعا ما فيهاش انذار هنا طبعا وده النهارده اللي عمله احمد حمدي اما عمرو الشناوي النهارده ناداه عشان يعمل ريتشيك على الكوره طبعا واضحه طبعا واضحه اي نعم ما فيهاش تعمد التعمد ده خلاص اتلغى من لمسه اليد بالنسبه للمهاجم خلاص اي لمسه يد بالنسبه للمهاجم هيجيب منها جول او استفاد منها من احرازها لازم الحكم خلاص يبقى قرار الحكم قرار الحكم الفيديو كان صحيح كان ممتاز بصراحه كان ممتاز لان دي حاله يعني حاله مهمه في المباراه يعني طبعا خد بالك اصل هي في الماتش عادي ما حدش ياخد باله منها يعني في اول لقطه من الماتش تعدي بالظبط اه فاكر اما كنا من حوالي اسبوعين مع بعض بنتكلم في حته كنا بنتكلم على تركيز حكام الفيديو هو ده التركيز المطلوب المفروض يبقى في كل المباريات انت كحكم الفيديو المفروض مركز في المباراه كلها مالكش دعوه بالاحداث غير اللي انت شايفها في الملعب عايز اسالك سؤال يا كابتن سمير لو احنا بنتكلم في ماتش من الماتشات كوره دخلت جول الكوره ديت فلنفترض يعني والماتش خلاص ده الشوط الثاني راح الحكم راح مصفر صفاره الكوره جول وراح مصفر الماتش خلص الفار بس طبعا. عليها لقى انه الكره دي فيها كذا يعمل ايه لا فيها لمسه تاني يعمل ايه دي كانت اخر كره دي اخر كان في المباراه اخر كره في المباراه والحكم يعني صفر ان هي جول يعني وهم هيسنطروا لسه ما سنطروش راح مصفر نهى الماتش دي حاله خزعبليه افتراضيه ما اعرفش اذا كان ممكن تحصل ولا لا لا حصلت بس كانت ركله جزاء طيب يعني الحاله بتاعت حضرتك لا هيرجع طبعا هينادي الفرقتين تاني ينادي الفرقتين يرجعهم وهم خارجين من له حق انه يرجعهم طالما اللعب لم يستأنف تمام ويلغي الهدف طبعا سنطروا وصفر كده انتهت القصه لا خلاص طالما سنطرنا كل سنه وانت طيب لعبه جديده كل سنه وانت طيب بح بقى كده خلاص استئناف يبقى كده خلاص استأنفنا اللعب استئناف اللعب خلاص في حد ذاته بعد القرار ده بالظبط ما فيش يبقى ليها رجعه ثانيه يعني شفت النهارده يوم وردي ولطيف بصراحه خلي بالك قاعد برضه احمد كلمني قلت له يا احمد خلينا نشوفها مع بعض وعرفت ان مفيش مشاكل فخير ان شاء الله باذن الله يا رب الماتشات كلها تيجي كده يعني ان شاء الله باذن الله والله زي ما احنا بنشوف العاب يا كابتن ابراهيم مع حضرتك وبنقولها احنا انا عارف والله انا عارف احنا ده بس بنهزر يعني من باب الدعابه يعني لا ان شاء الله حبيبي يا كابتن سمير بشكرك شكرا جزيلا مساءك زي الورد بشكرك شكرا جزيلا كابتن سمير عثمان خبيرنا وحكمنا الدولي السابق طيب بيراميدز اعلن رسميا التعاقد مع الكابتن شريف اكرامي لمده 3 مواسم الاعلان كالعاده كان مميزا لانه والحقيقه بقولها ودي للمره الثانيه وقت برضو تقديم رمضان صبحي الحاله شيك اللي عاملها بيراميدز حاله احترافيه في تقديم لاعبيه وطريقه طليق والتنظيم يليق حقيقه يعني الناس لما تقعد تتكلم على بيراميدز انه له شكل احترافي فهذا جزء من الشكل الاحترافي تقديم كل صفقه من الصفقات الجديده لبيراميدز بهذا الشكل المحترم كابتن شريف اكرامي ارتبط بتعاقد جديد مع بيراميدز لمده 3 مواسم شريف اكرامي كان من الناس اللي يعني مذاكر كان مشهده كويس وخرج قبل فتره بعد مباراه من المباريات الافريقيه واعلن رحيله عن النادي الاهلي وانه تجربته مع النادي الاهلي انتهت وانه يبحث عن تحدي جديد. كان كلام كتير جدا الكابتن شريف اكرامي هيروح بيراميدز ولا هيروح بيراميدز ولا هيروح بيراميدز لانه كان كل الكلام بيراميدز. انه الاقرب والناس كانت شبه عندها يقين رغم
انه كان الكابتن شريف اكرامي بيقول انا لسه لم اعلن عن المكان الجديد اللي رايح له، وحسب ما اعلم يعني انه وقت ما الكابتن شريف اكرامي اخذ هذا القرار كان لديه عروض ايضا من خارج مصر. على كل التمنيات بالتوفيق للكابتن شريف اكرامي. كابتن شريف عمل تاريخ محترم، وقدامه تحدي جديد هو بيدخله مع بيراميدز لمده 3 مواسم. تعالوا نتابع مع حضراتكم اللقاءات التي اجريت عقب المؤتمر الصحفي، وفي المؤتمر الصحفي للاعلان عن الكابتن شريف اكرامي، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. من شهر 2 لما عرفنا ان شريف قرر ان هو مش هيكمل في النادي الاهلي، واتسالت على شريف طبعا، فكان الاجابه طبعا طبعا ان يا ريت، انا بالنسبه لي يا ريت شريف طبعا يكون موجود، لانه جول كبير وفي نفس الوقت شخص مهم في اوضه اللبس، متزن ويعمل لك فرق في اوضه اللبس، وده مهم للمدرب ومهم ليا، مهم للمدرب ان هو متفرغ للناحيه الفنيه، يبقى عارف ان اوضه اللبس فيها يعني الى حد ما هاديه، وليا انا كمان لان انا ده دوري برده من ادواري ان انا انضباط الفرقه ونظامها ان انا برده احافظ عليها. احنا بنقدر الناس بنقدر الناس النجوم، الناس اللي ليها اسم، ودي انا لما كنت لعيب برده كنت احب ان يحصل معايا حاجه زي كده، فاللي انا كنت احب ان يحصل معايا احب ان انا اعمله مع اللعيبه الكبار، لازم يحس بقيمته ولازم يحس ان هو لعيب مهم في الفرقه، وده اللي احنا عملناه معاه يعني. واحنا عندنا علاقتنا كويسه جدا مع النادي الاهلي، علاقه كابتن عمرو بسيوني بكابتن امير توفيق كويسه جدا، حتى كانوا بيتكلموا في اللعيبه وبتاع، فمفيش مشاكل اساسا، وفي الاخر لما تدور هتلاقي ان احنا في الاخر خدنا شريف واحمد فتحي، بس خدنا مين تاني؟ بكلامه ان اتكلموا في لعيبه، يعني احنا كبتوع اعلام بنحب نصطاد شويه، اتكلموا في هالي، اتكلموا في رجب بكار والازمه اللي انتشرت اخيرا، رجب بكار ساب الفئه عايز يروح الاهلي وانتوا رفضتوا، كلام اللي انتشر ما حصلش، خد بالك الكلام ده كله ما حصلش، وبعدين احنا في الاخر اي لعيب هو انا ما بتكلمش على رجب، انا بتكلم عامه، انا من وانا بلعب ما بحبش اللعيب اللي بيبقى قاعد في مكان غصب عنه، فانا بالنسبه لي اي لعيب في النادي عايز يمشي هو اللي عايز يمشي، احنا بالنسبه لنا اللعيبه كلها مهمه وكلهم عايزين يبقوا موجودين، وانا شخصيا عايز اللعيبه كلها تبقى موجوده، بس في الاخر لو هو عايز يمشي دي رغبته ان هو عايز يمشي، انا مش هقف قدامه، فاي حاجه تحصل يعني فكره ان رجب عايز يمشي فاحنا لا وقفناه عشان عايز يمشي او عملنا، ما حصلش طبعا الكلام ده كله ما حصلش، بالعكس هو رجب نفسه لما جه يتكلم معايا انا قلت له لو انت عندك الرغبه يعني انا هساعدك، بس لان انا في الاخر ما بحبش ان حد يقعد في مكان غصب عنه، ودي حقيقه. الكابتن ايهاب مشي من المقصه، معلوماتي انا الشخصيه ان هي حاجه بينهم هم يعني بين الكابتن ايهاب والمقصه، ملهاش علاقه بالرمز خالص، لكن انا هتكلم فيها، انا طبعا مش من حقي ان انا اتكلم فيها، لان انا علاقتي كويسه جدا بكابتن ايهاب وعلاقتي كويسه جدا بنادي المقصه، انا علاقتي بيه كويسه جدا ودي حقيقه، ومن المدربين اللي فعلا اللي انا بقول من اكبر المدربين الموجودين في مصر، وهو فعلا بيبقى اضافه في اي مكان بيبقى فيه، هو فعلا بيبقى اضافه ليه، لكن اللي حصل بينه وبين نادي المقصه هي حاجه خاصه بينه وبين نادي المقصه، احنا مش طرف فيها خالص. ميلر مشي بعد البيان بساعه قالوا راح بيراميدز، تعليقك ايه؟ وكارتيرون لما مشي برده بساعه قالوا انه راح بيراميدز، معلش لا حاجه اقولها والله، يعني مفيش لا حاجه اقولها خالص، هي حاجات مالهاش اساس من الصحه، قلتها مليون مره وهقولها لك اهو تاني، مش هنتعاقد او مش هنكلم حد لعيبه سواء او لعيبه او مدربين مرتبطين بعقود مع الانديه بتاعتها، اي حد بنتكلم معاه بيبقى في الفتره القانونيه اللي هي بتسمح لنا ان احنا نتكلم فيها. الصفقه الوحيده اللي حصلت ما بين الاهلي وبيراميدز كانت من بيراميدز للاهلي اللي هو محمد مجدي قفشه. شريف اكرامي كان صفقه انتقال حر، احمد فتحي صفقه انتقال حر. احنا ما دخلناش، ولما بنعوز لعيب من النادي الاهلي احنا بنروح للنادي الاهلي وبنتكلم مع الناس وبنقدم عرضنا. لم نحاول من قريب او من بعيد التفاوض مع اي احد من لعيبي النادي الاهلي بدون علم اداره النادي، ده ما حصلش. فكره ان الناس بتحاول تصدر فكره ان بيراميدز موجود عشان ياخد لعيبه الاهلي او يضايق النادي الاهلي او ده مش صحيح. الصفقه الوحيده الرسميه اللي تمت من بيراميدز للاهلي. هل النادي الاهلي قدم عرض رسمي لضم رجب بكر؟ لا ما حصلش، النادي الاهلي ما قدمش اي عرض رسمي لاي احد من اللاعبين حتى الان، لكن بيكون في مفاوضات، مش مفاوضات، بيكون في جس نقد بخصوص مجموعه من اللعيبه سواء من جانبنا او من جانبهم. ما حصلش ان كان في رجب بكار خالص، ما حصلش. اتضح
توضيح مهم من الكابتن عمرو بسيوني، التوضيح مهم ايضا كمان من الكابتن هاني سعيد، سواء بالنسبه لكابتن ايهاب جلال او بالنسبه للصفقات المقبله. لانه هكلمكم بصراحه، في جزئيه ليها علاقه ببيراميدز بشكل مباشر، وفي جزئيه ليها علاقه باستغلال اسم بيراميدز. بيراميدز اسم، يعني انا اعني ما اقوله، بيراميدز اسم حلو للاستغلال من خلال الوكلاء، اسم حلو يتلعب بيه اعلاميا، يعني فلان الفلاني بيه هنا وهنا 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 وهنا. سواء خلينا نمشي على الميثاق اللي قاله الكابتن عمرو بسيوني، ونمشي على الميثاق اللي قاله الكابتن هاني سعيد، ان هم لما بيتفاوضوا مع لعيبه بيتفاوضوا معاها في خلال الفتره القانونيه. خلينا نمشي مع الساق اللي هم قالوه عشان نشوف اللي جاي ايه والدنيا هتبقى جايه ازاي. هو حتى كمان الكلام ده مدلوله انه رمضان صبحي، عشان نبقى مباشرين، يعني انه رمضان صبحي لما اتكلموا معاه كان في فتره من الفترات اللي ينفع ان هم يتكلموا معاه، لانه عقده هنا يمتلكه نادي هادرسفيلد، وانه لاعب بحسب رغبته هو اللي راح لبيراميدز. هي قصه يعني منتهيه لا داعي لذكرها والخوض فيها يعني بمزيد من التفاصيل، ولكن هو يقصد كده في الجزئيه ديت. وبالتالي هو بيقول انه لما ما ندخلش مع لعيب مرتبط بتعاقد او مع مدير فني مرتبط بتعاقد مع نادي، احنا دايما بنتعامل من خلال الرؤيه ديت. طيب اروح للنادي الاسماعيلي، وقصه الاسماعيلي قصه كبيره جدا 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 كبيره جدا، قصه حزينه، يعني ما في حد يتخيل ان يصل النادي الاسماعيلي الى هذه المرحله في بطوله الدوري. ازمه كبيره، يعني انت بتتكلم يا جماعه، احنا طول عمرنا اهلي زمالك اسماعيلي، زمالك اهلي اسماعيلي، اسماعيلي اهلي زمالك، يعني احنا طول عمرنا ده الفرقه الثالثه اللي مرتبطه جماهيريا واعلاميا بصوره ذهنيه معينه ليها علاقه بالكره الحلوه، بالكره الممتعه، بالتفاصيل اللي انت دايما تفتكر بيها. الاسماعيلي كان بيعمل ايه؟ فيحصل كده الاسماعيلي يبقى في الظروف الصعبه دي، حاجه خلت الناس كلها تبقى مستغربة. فنجوم الإسماعيلي كلهم كانوا متواجدين علشان في التدريب قبل المباراة المقبلة، قبل طلاع الجيش، لأنه الإسماعيلي بقى في أزمة. تخيل الإسماعيلي بقى مهدد بالهبوط، تخيل الإسماعيلي بعد هذا التاريخ. طيب أنا عجبني إيه؟ عجبني مثلا إن أنا أشوف الكابتن حسني عبد ربه وكابتن حمص والكابتن حمزة الجمل، كابتن علي غيط، والاسماء المحترمه، وكابتن احمد سمير فرج، كابتن عطيه صابر، كل الاسماء دي اللي عملت تاريخ في النادي الاسماعيلي النهارده جت بقى حطت كابتن مصطفى يونس كمان، ولا انا شايف كابتن مصطفى يونس صح كده، والكابتن مصطفى يونس، كل الاسماء اللي عملت تاريخ في النادي الاسماعيلي لا حست بالخطر. وخد بالك وقت الخطر الكل بيبقى واحد، ودي الرجوله ودي الجدعانه. يعني لما حسني عبد ربه بالتاريخ الكبير ده واحد من نجوم النادي الاسماعيلي، وتحصل مشكله وتحصل ازمه كلنا كنا شاهدين عليها وكلنا كنا شايفينها، والراجل لا ده الاسماعيلي، لا ده بيتي، لا هاخد بعضي واروح وابقى موجود في الـ في الـ في, الـ في الاستاد، واخد بعضي واروح ابقى مساند. وده كابتن محمد حمص اللي كان من شويه او من كام يوم كان موجود في الفرقه وما كملش. لما اشوف الحاجات دي من نجوم النادي الاسماعيلي يزيد احترام عند الناس، يزيد حسني عبد ربه قيمه فوق قيمته، يزيد حمص قيمه فوق قيمته. طيب انا معاه على التليفون القيصر كابتن حسني عبد ربه. يا كابتن حسني اهلا وسهلا بيكم، مساء الفل. ازيك يا ابراهيم، عامل ايه؟ اخبارك يا نجم النجوم؟ وحشنا والله. وانت كمان وحشني كتير جدا. لفته طيبه منكم في ظروف صعبه، ودي تخليني اسالك بشكل مباشر اخر حاجه، اخر لقطه الناس شايفاها لحسني عبد ربه في ازمه النهارده. حسني عبد ربه واخد بعضه كان موجود علشان يؤازر مع نجوم النادي الاسماعيلي فريق الاسماعيلي. هو اولا احنا مش محتاجين شكر اللي احنا نبقى في بيتنا، وده طبيعي جدا، مفيش كلمه شكر تتقال لحد راح بيته ويخش بيته في مشاكل جوه بيته. اللي هو اول ناس هتدافع عن الكيان دوت اللي هو كبرنا وكبر كل النجوم اللي كانت موجوده النهارده، اللي بشكرهم على وجودهم، وبشكر بالاخص الكابتن علي غيط، هو اللي كان ليه المبادره الطيبه ديت اللي هو جمع نجوم من الاسماعيلي. شخص كبير ومحترم وعنده علاقات طيبه بالناس، واكيد حتى الناس اللي ما جاتش، في ناس طبعا اعتذرت، وفي ناس اكيد كان ليها وجهه نظر ثانيه ما جاتش، في ناس ما ردتش على تليفونات. انا كنت بتواصل طبعا مع الكابتن علي الفتره ديت،
بشكر كل الناس اللي الطبيعي جدا اللي هي كانت تبقى موجوده النهارده. انما في الاول وفي الاخر ابراهيم انا ما فيش خلاف خالص ان انا من فتره كنت في مشكله وان انا النهارده ابقى متواجد. انا الحمد لله في اي وقت من الاوقات انا ببقى واقف مع البيت اللي فضل عليا وفضل على ناس كتير جدا في الكره المصريه. لا بس انا تخيلت ان انت عشان في مشكله مع الاداره لا انت يعني بالبلدي كده لا ما هتتقمص وهتزعل ومش هتيجي وتقول لا طالما هم ما قدرونيش انا مش هبقى موجود. فاتفاجئت النهارده بسال قالوا لي لا ده كابتن حسني عبد ربه كان من اوائل الناس. ما ده طبيعي ده طبيعي. الناس اللي عارفه حسني عارفه حسني بيحب النادي من قلبه. حسني ولا بتاع شو ولا حسني بيحب المنظره ولا حسني مستني حد هيزايد على حبه النادي الاسماعيلي والكلام ده كله مش محتاج حد يتكلم عليه. احنا في وضع زي ما انت اتكلمت الاسماعيلي احنا مش مصدقين نفسنا. بس لا يعني انا ضدك في الكلمه ديت لان انا عارف اللي فيه. ولما كنت معاك في الحلقه طلعت واتكلمت بصراحه وانا قلت لك ان في ناس ممكن تزعل من الحلقه والصراحه. بس ادينا بنشوف اللي حصل وما كناش نتمنى ان الاسماعيلي يبقى في الوضعيه ديت. بس قلت لك ابراهيم لازم العند غلط والعند ممكن يودينا في منطقه هنندم كلنا لاني وضع النادي الاسماعيلي هو احنا كنجوم ولينا اسم الحمد لله النادي الاسماعيلي عمله لنا احنا اللي بنخسر برضه. خد بالك الناس مش متوقعه ده. لا احنا طول ما الاسماعيلي فوق احنا اسمنا بيعلى وطول ما الاسماعيلي بينزل احنا اسمنا بينزل معاه. برافو عليك. عايز اقول للناس يا جماعه يعني هي فترة وقلت قلت النهارده كلمة للعيبة يمكن الحمد لله الواحد دايما بيتكلم من قلبه. قلت لهم يا جماعة دلوقتي سيبوا الخلافات وانسوا الفيسبوك وانتوا كلاعيبة ما تقروش بقى ده بيقول وتعلق الشماعة على الإدارة وتعلق الشماعة أصل الجمهور بيكتب وأصل اللعيبة دي صغيرة وأصل اللعيبة دي ما تنفعش. الكلام ده انسوه. انتوا دلوقتي اللي في الكرة في ملعبكم انتوا مش هيطلع نادي الإسماعيلي غير اللعيبة. شئنا ام ابينا انتوا اللي في المركب دلوقتي، انتوا اللي هتطلعوا الاسماعيلي من الوضعيه دي. ولا هنقول اداره هتنزل تلعب ولا هنقول لعيبه قدام تنزل تلعب ولا هنقول جمهور ولا هنقول استخدام. انتوا الرجاله والوقت ده وقت رجاله. انسوا المشاكل وانسوا اللي فات وابداوا. عندنا ماتش طلائع الجيش، فرقه محترمه، كابتن حميد مسيوني من المدربين المحترمين اللي بيعرفوا يلعبوا قصاد الفرق الكبيره. ده حقيقي عامل فرقه محترمه جدا جدا جدا. وعنده لعيبه وما لعبوش قدام الحرس بكامل قوتهم. خد بالك وركز في كلام ابراهيم. وبقول لك هو عينه على ماتش الاسماعيلي عشان ماتش الاسماعيلي اللي هيقعد الحرس اللي هيقعد الجيش في الدوري. خد بالك هيبقى هنا في ماتش تحدي. كل الفرق كلها داخله في تحدي مع بعض علشان خاطر مساله الهروب من الهبوط. يعني ما هو ما فيش ماتش سهل خلاص. كلمتي بسيطه جدا. الاسماعيلي لازم اللعيبه راسها فوق ولازم اللعيبه تروح احنا هنكسب باذن الله هنكسب. بص ابراهيم الفتره اللي فاتت خساره بتجيب خساره. وطول ما اللعيبه وشها في الارض وطول ما اللعيبه حاسه ان في مشاكل خساره بتجيب خساره صح هي بتخسر. خلاص خد بالك لازم يفوقوا نفسهم لازم يعرفوا بقى يعني انه ما فيش وقت خلاص. ما فيش وقت. فانا قلت لهم كرة في ملعبكم وانتوا اللي هتطلعوا زي ما النادي انتوا كنتوا سبب برضو من الاسباب كبيره ان النادي يوصل لده. انتوا كمان هتبقوا سبب ترجعوا النادي للوضع الطبيعي ان شاء الله باذن الفتره الجايه. وما تقلقوش التوتر اللي فيكوا والعصبيه ساعات كتير قوي 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 ممكن توصلك ان انت ما تاديش مستوى كويس. ممكن انت كنت ضايع ممكن تلاقي نفسك ماتش ورا الثاني يا ابراهيم زي ما بنتكلم بيخسرك. انت انا حاسك خايف حاسك قلقان. ما هو الماتشات اللي جايه مش سهله. وبعدين انت بتلعب فرق بتنافسك. خد بالك عندك انتاج عندك عندك الجيش عندك سموحه عندك الزمالك عندك المصري. لا الموضوع مش سهل. الموضوع مش سهل يا ابراهيم. الموضوع مش سهل. فانتوا اللي بايديكم لعيبه اللي هتخلوا الموضوع سهل وانتوا اللي هتخلوه صعب. بس نتجنب المشاكل ونتجنب كل الكلام ده كله يا ابراهيم. كلنا في ظهر النادي الاسماعيلي كلنا داعمين لنادي الاسماعيلي. مالناش دعوه باشخاص احنا بنتكلم على كيان طلع نجوم وما زال هيطلع نجوم تاني وانا متاكد الكلام ده كله. واحنا كلنا وراكم وورا فرقتنا وورا لاعبتنا. الاداره موقفها ايه طيب؟ الاداره موقفها ايه تعمل دعم ما يعني تسند اللعيبه تقول لهم ارجعوا طب شدوا حيلكم طب في مكافآت للفوز اي حاجه تحفيزيه يعني هو الى جانب الامور الدعم النفسي. انت لعيب كوره كابتن حسني ولعيب كنت لعيب كوره كبير جدا كمان وعارف ان الامور اللي شبه كده بتفرق كمان في الاوقات الصعبه دي يعني.
والله بتفرق يعني. احنا مساندتنا النهارده انا كنت شايفها حاجه محترمه جدا. اللعيبه حست ان في حد في ظهرهم، حسوا بقيمه اللعيبه وحست بقيمه التيشيرت اللي لابسينه. النهارده يعني مش عايز اخش في حاجه في تفاصيل ولا اتكلم في مشاكل. كنت اتمنى وكنت باشمهندس ابراهيم عثمان في وسطنا، دعم للعيبه وفي وسطنا، ده اللي كنت اتمناه. يمكن ما كانش غير فيه مهندس تامر موسى عضو مجلس اداره واحد بس فقط لا غير، بس كنت اتمنى انا كشخصيا ده دعم بقى ابراهيم اللي انت بتتكلم عليه، وجود رئيس النادي النجوم ديت التاريخ ده صح. كان في يبقى في استقبالنا كانت هتبقى كبيره جدا لرئيس نادي ولينا احنا كلنا. الحوافز الماليه لا، النقطة اللي انت بتتكلم فيها دي كانت مهمة قوي، انه كان يبقى موجود المهندس ابراهيم عثمان يعني يبقى موجود كده معاك وكده في المقصورة واللعيبة تشوفه كده وتحس انه العلاقة حلوة والدنيا حلوة وفي مؤازرة وفي دعم ونفسي بالظبط. هو ده اللي انا كنت اتمناه. دي اللي انت بتقول شايف في معنويات او شايف ايه اللي ممكن يتعمل، دي كانت اكبر نقطه كانت لازم تحصل النهارده. المشاكل اللي كان الناس كلها بتشوفها كانت النهارده ممكن تتلم صحيح. وجود الناس دي كلها. الامور الثانيه اعمل حافز للعيبه كامور ماليه كحوافز كفئات، ليه لا لان ده هدف من اهداف اللعيب اللي بيلعب برضه عشان فلوس وعايز يكسب، بس مش ده الهدف عند كل لعيبه. لازم اللعيبه تلعب باللي تطلع التوقيت الصعب ده، بس انا كاداره اللعيبه لازم ابقى متواجد معاهم، مش هيمنعني ان انا ابقى متواجد معاهم في فندق اللعيبه زي ما جدا جدا بتشوف رؤساء الانديه بينزلوا مع اللعيبه أيوه. بيحفزوا اللعيبه. انا ما بحسوا بالخطر لازم يبقوا موجودين، بحسوا بالخطر لازم يبقوا موجودين طبعا، بس انما اي حاجه تانية كانت هنتكلم عليها من زمان وقلناها مش هينفع فيها دلوقتي الكلام خلاص صحيح. احنا دلوقتي وقت جري. بقول لك ابراهيم اختم معاك اشكرك واشكر دعمك نادي الاسماعيلي الفترات اللي فاتت ووقوفك ووقوف الناس على فكره، حتى كابتن مصطفى الناس انا بشكره يعني راجل اهلاوي وقال كلمه النهارده قال لك انا الملعب ده واحنا في الملعب انا كنت باجي هنا انا كانت رجليا بتعمل كده من الضغط اللي انا كنت فيه من جماهير ايوه ماتشات الاهلي والاسماعيلي دايما ماتشات حلوه وكبيره وماتشات تقيله. انا عارف ان ناس كتير جدا 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 زي كابتن مصطفى يونس بتحب نادي الاسماعيلي، فاش كلام. حد بيتكلم على نادي الاسماعيلي بيتكلم عليه بحب، لان فاش كلام متوقع ان نادي الاسماعيلي في الوضعيه دي. انا بشكره على وجوده النهارده، بشكر كل الكباتن اللي كانت موجوده على راسهم اللي فكر في الفكره دي كابتن علي غيط بشكر اللعيبه ان شاء الله اللي هم هيبقوا عند حسن الظن باذن الله باذن الله يعملوا اللي عليهم، وده اللي بقوله لهم اهم حاجه تصف النوايا صحيح. اهم حاجه تصف النوايا يا ابراهيم، لو رجعت كل المطوشه بتاعت نادي الاسماعيلي كان فيها عدم توفيق عدم توفيق من حاجات كتير غلط صحيح، فيها ظلم فيها حاجات غلط جوه الملعب تشكيلات بتتعمل غلط في عايز اتكلم في الحاجات دي، بس عايز اقول لك على حاجه والله 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 الكوره التوفيق في الكوره مليون في التوفيق، فلو النوايا صافيه خالصه لله والله العظيم هتلاقي. قلتها لهم النهارده قلت لهم واحنا بنلعب لو النوايا صافيه الكره هتلاقي الكره بتخش اسهل من سهوله، ده اللي انا بقوله. الدنيا رايقه كده وحلوه تمام. ما هون يعني المثل دايما اللي بيتضرب بالجيل بتاعكم في منتخب مصر 2006 و2008 و2010، حابين بعض نواياكم حلوه والدنيا ماشيه كويس اداء ممتع ومكاسب على اتقل فرق في افريقيا ان شاء الله. اتمنى باذن الله، بس احنا محتاجين فوز كده ان شاء الله. الخساره والخساره دي مشكله، اتمنى اللي تبدا باذن الله باذن الله باذن الله مع النادي الجديد مكسب، وبرغم ان بسيوني حبيبي جدا واخويا بس اتمنى الاسماعيلي اهم. كابتن عبد الحميد ده حبيبنا كلنا حبيبنا كلنا، ربنا يا رب ان شاء الله. شكرا ابراهيم ودعمك للنادي، ودي حاجه زي ما انت قلت دي حاجه مش محتاجه شكر، ده الوضع الطبيعي للنادي الاسماعيلي، اهل الزمالك اهل الاسماعيلي زي ما انت قلت هو ده اللي احنا منتظرينه، واي حاجه بقى فيها جديد ده الفتره الجايه، بس نفوق دلوقتي انا مليون في الميه نادي الاسماعيلي اللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا انا كابتن حسني عبد ربه نجم النادي الاسماعيلي. وعايز قبل ما اروح للتقرير اللي هعرضه على كابتن شريف اكرامي، عايز اشكر الكابتن علي غيط، مش جديده عليك يا كابتن علي، انت نجم من نجوم النادي الاسماعيلي وشخصيه كبيره وشخصيه محترمه وليك اسمك والناس بتحبك، وبالتالي الالتفاف ده اللي هو التفاف حول النادي الاسماعيلي،
يعني سعيد جدا باللفته دي وسعيد باللقطه دي. اتمنى ان شاء الله ان شاء الله باذن الله رب بدون مقاطعه نادي الاسماعيلي يمشي بخطى مميزه ومحترمه. لا نتخيل الدوري الممتاز، لا نتخيله، مجرد تخيل هذا الدوري بدون اسم النادي الاسماعيلي مستحيل يعني يا جماعه، احنا بنتكلم في حاجه من المستحيلات الحقيقه. هنشوف مع حضراتكم تقرير عن الكابتن شريف اكرامي وانضمامه حديثا الى بيراميدز. وصل باتشيكو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك وصل الى مصر بسلامة الله في اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها حضراتكم دلوقتي، وصل لتولي المهمة الفنية للزمالك في ولايته الثانية. هذا الرجل الذي انجاز التعبير جاء في ظروف وفي توقيت صعب جدا جدا، الصور والفيديو اللي قدام حضراتكم ده والراجل في الطيارة بيصبح ويمسي وهو خلاص وصل في مصر، ومن المنتظر كمان انه يصل معاه السنغالي مدرب حراس المرمى خديم فاي، وزي ما بتكلم مع حضراتكم الراجل معاه الثنائي أليكس كوستا المدرب المساعد وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال. وعلى ذكر بيدرو، من بيدرو إلى بيدرو، ولكن هذه المرة بيدرو بارني المدير الفني السابق لنادي الجونة، وأكيد حضراتكم عارفين كويس بيدرو بارني لما قدمه داخل النادي الأهلي من تاريخ مع مستر مانويل جوزيه. بيدرو بارني 54 سنة، برتغالي الجنسية، مسيرته التدريبية كالتالي قدام حضراتكم على الشاشة. بدأ كمدرب مساعد لنادي أكاديميكا برتغالي في 2001، عمل كمدرب مساعد في بوافيشتا البرتغالي في 2004، واصبح مدربا لبوافيشتا في 2005. هم يقولوا اشواق بوافيشتا ويقولوا اشواق بوافيستا، فاحنا يعني ايه، شوفوا هي تمشي كده تمشي كده. مع مستر مانويل جوزيه عمل كمدرب مساعد لما قاد منتخب انجولا في الفتره من 2009 ل 2010. عمل ايضا مع مستر مانويل جوزيه في قيادته لاتحاد جدة السعودي من مايو 2010 لديسمبر 2010، والفترة الأبرز كانت مع النادي الأهلي تحت القادة الفنية لمانويل جوزيه من 2010 ل 2012، وحقق في الوقت ده لقب الدوري والسوبر المصري. وعاد بيدرو بارني للدوري المصري ولكن كمدير فني مع الإسماعيلي في الفترة من 2018 حتى يونيو 2018، لعب خلالها 15 لقاء، فاز في 8 وتعادل في 5 وخسر فقط لقاءين، وأنهى الإسماعيلي في هذا الموسم في المركز الثاني. أما مع الجونة من يناير 2020 لسبتمبر 2020 لعب نفس الرصيد من المباريات 15 مباراة، ولكن الفوز كان حليفه في 4 لقاءات فقط والتعادلات كانت 5 زي بالضبط الإسماعيلي، أما الخسائر فزادت ووصلت إلى 6 خسائر. أنا معايا عبر سكايب مستر بيدرو بارني المدير الفني السابق لنادي الجونة. مستر بيدرو اهلا وسهلا بيك وسعداء بوجودك معانا عبر شاشه اون تايم سبورتس 2 وبرنامج جمهور الثالثه. الشرف كل ليا وشكرا على دعوتكم، انا متاح ليكم الاجابه على اي اسئله تحبوا تسالوها لي. في البدايه خليني اسالك يعني ما هو تقييمك للفتره اللي قضيتها مع الجونه و شايفها ايه؟ هل كانت فترة ناجحة ولا غير موفقة؟ انا شايف ان الشغل كان معمول بطريقة كويسة، النادي كان في وصل لاهدافه اللي عرضوها عليا اثناء توقيع العقد في الاول، كان ممكن ناخد مركز احسن في الدوري، ده طبيعي من خلال طريقة اللعب وطريقة تقديمهم للاداء في الملعب. انا شايف ان كان يستحق مركز اعلى من المركز اللي كنت في اللحظة اللي مشيت فيها، فأنا أعتبر أن أنا شايف أن الشغل اتعمل بصورة جيدة وكان في عندنا توقعات للمستقبل كمان، وأنا مع الأسف تم قطع المشروع اللي كنا ماشيين فيه ده في النادي، كان مشروع لمستقبل النادي.
يعني ايه كان سبب قطع المشوار؟ هل النتائج اللي لم تكن في المتناول وبالتالي كان دخول الجونة في دوامة صعبة، ولا كانت ايه المشكلة، مشكلة اخرى غير النتائج نحن لا نعلمها وتعلمها انت بطبيعة الحال من خلال تواجدك في الجونة؟ القرار جال اتواصلوا معايا وقالوا لي على القرار قبل بعد مباراة الجيش بيومين. نتيجته كانت 4-1، مش عارف اذا كانت النتيجة الكبيرة هي اللي سببت كده، لان دي كانت اسوأ مباراة من ساعة ما جيت الجونة من ناحية النتيجة. احنا قبلها كنا كسبنا بيراميدز على ارضنا 2-1، صحيح، وكنا في اللحظة دي في المركز التاسع، وكان ودوت كان في نطاق الاهداف النادي اللي كانت تحددت في بداية العقد، والنادي كان وضعه كويس وكان في وسط الاهداف بتاعته، واحنا كان الهدف بتاعنا احنا نوصل لاعلى مركز على قد نقدر في الدوري. فانا كانت مفاجاه بالنسبه لي ان جالي الخبر ده، لكن كان قرار النادي وانا احترم قراره، لان انا كان عندي دايما علاقه كويسه جدا بيني وبين الناس في النادي، ونادي كويس منظم جدا، واسلوب التعامل فيه مختلف عن ما كنت متوقع، يعني كان اسلوب جيد، كل حاجه كان الامور كلها كانت بتصير بطريقه كويسه بينا، لكن القرار جه بعد كده. انا كنت احبط شويه من القرار، لان كان في مشروع كنت حابب اكمله مع النادي واهداف نوصل لها ان احنا نكمل في الدور الدرجه الاولى في الموسم ده، وفي الموسم الثاني نحن نعلى اكتر في المراكز في الجدول الدوري. فانا كنا حابين نبتدي الموسم الجاي بلعيبه اقوى، بتعاقدات مع لعيبه اقوى، لكن انا فوق كل حاجه بحترم قرار النادي. النادي ليه كل الحق ان هو يقرر اللي شايفه احسن لمستقبله، هما قرروا ان خروجي من النادي هيبقى فايده للنادي، فاساس كده اخذوا قرارهم. انا مش متفق مع القرار، لكن لازم اتقبل القرار زي ما طبيعي. تحدثت عن استقدام لاعبين جدد على مستوى عالي في الموسم المقبل، هذا الموسم الجونة لديها كوكبة من اللعيبة المعارة إليه من صفوف النادي الأهلي زي الجزار وباسم علي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي، وكلهم لاعبين من مستقبل النادي الأهلي. كيف تراهم من وجهة نظرك، وكيف تقيمهم من وجهة نظرك الفنية، ومن أفضل لاعب فيهم يستحق العودة مرة أخرى إلى صفوف الأهلي؟ أنا متهيألي أحمد حمدي مش معار من الأهلي، هو من لاعب من الجونة. الباقيين باسم والجزار وأكرم وريان، مظبوط، هم معارين من الأهلي، هم لاعبين على مستوى جيد، لكن أنا شايف أن بعض التعديلات اللي تتم في بعض المراكز، أنا كنت ابتديت أتعرف أكتر على إمكانيات اللاعبين من ناحية الرياضية ومن ناحية الإنسانية كمان. أنا شايف الناحية الإنسانية مهمة جدا، أتعرف اللاعبين لتشكيل فريق كويس، فأهم حاجة أن النادي يبقى عندي مستقبل كبير أنه يكمل على الشغل دوت مع اللاعبين. بالنسبة للاعبين المعارين كلهم عندهم إمكانيات كويسة، ريان لعيب صغير في السن، وأكرم وجزار ثلاث لاعبين صغيرين في السن، وباسم ممكن اكبر سنا منهم لكن هو عنده احتراف عالي جدا ممتاز. كلهم حاولوا يأدوا أحسن أداء عندهم، هم فعلا لاعبين لمستقبل النادي الأهلي، مش عارف إذا كان في الموسم اللي جاي أو اللي بعده، لكن أكيد في المستقبل هيستحقوا الفرصة أنهم يكونوا في النادي الأهلي، أنهم عندهم الإمكانيات والقوة، أنهم لو طوروها ولو حافظوا على أدائهم مع بعض التعديلات اللي تم عملها في أدائهم في الفترة
اللي كنت موجود فيها، متهيألي انهم هيكون عندهم مستقبل كويس سواء في الاهلي او في اي نادي تاني، ده ما اقدرش احدد اي نادي، هم هيعتمد ساعتها على النادي اللي محتاجهم في المراكز دي، لكن هم عامه لاعبين ليهم قيمه عاليه ولاعبين كويسين. تعاملت مع الكابتن حسام غالي حينما كان لاعبا في النادي الاهلي، وهذه المره تعاملت مع الكابتن حسام غالي كمديرا للكره، ما هو الفارق بين الشخصيتين في الوظيفتين، وظيفه اللاعب ووظيفه مدير الكره، وكيف كانت العلاقه التي تجمعكم سويا؟ علاقتنا ممتازة سواء كان لما كان لاعب، والشخص هو نفس المبادئ ونفس الشخصية. لما اشتغلت معاه كلاعب كورة كان عنده سنين اوريدي كلاعب محترف وامكانياته عالية، دلوقتي هو بيبتدي مهنة جديدة، وظيفة جديدة كمدير كورة، عنده مبادئ وعنده نظام شغل هيطوره دايما مع السنين. هو ما كانش متفق مع قرار مجلس الإدارة انهم ينهوا عقدي، لكن وهو كان حتى على وشك انه يترك وظيفته في النادي، لكن على بناء على طلب اللاعبين كمل في وظيفته، فهو كان دايما بيساندني وبيساعدني كمدير كوره في شغلي، فاتمنى له دايما نجاح في وظيفته كمدير كوره. صحيح. خليني اسالك في جزئيه لها علاقه بمستر مانويل جوزيه، وهي لها علاقه ايضا بالنادي الاهلي في ظل العلاقه اللي جمعت حضرتك بمستر مانويل جوزيه. مستر مانويل كان اكثر من مره اعلن اعتزاله التدريب، هل ترى ان هناك فرصه ما قد تدفع مانويل جوزيه لاعاده تقييم الامر مره اخرى والعوده للنادي الاهلي اذا ما اقتضت الحاجه وجوده في النادي الاهلي، ولا من خلال علاقتك بيه ترى ان الامر بالنسبه له اصبح غير مطروح؟ طبيعي انا ما اقدرش اجاوب نيابه عنه ولا اقدر اقرر نيابه عنه، انا متهيألي هو خد قرار قبل كده من فتره قريبه، من سنتين او ثلاث سنين، انه ما يرجعش يمرن تاني. وعلى الرغم من كده جات له دعوات انه يمرن ويدرب فرق، وهو كان بيرفضها في الفتره اللي فاتت. متهيألي كل ما الوقت ما بيعدي الامكانيه بتقل اكتر انه يرجع للتمرين او التدريب تاني. انا من معرفتي مستر مانويل، لو حد مميز او قريب منه جدا او لو مكان قريب منه عرض عليه، ممكن ساعتها متهيألي انه يرجع في قراره، لكن في اللحظه الحاليه انا سايب انه صعب يرجع للتمرين تاني، لان هو قراره هو في الاخر، لكن مش متهيألي هيبقى ممكن قوي انه يرجع التدريب تاني. مستر بيدرو، عايز اسالك في جزئيه لها علاقه بالمدرسه البرتغاليه بشكل عام ونجاحها في الدوري المصري. ايه هي الاسباب من وجهه نظرك ان المدربين البرتغاليين يلقوا رواجا الحقيقه في الدوري المصري، وحققوا كمان انجازات وارقام جيده ومحترمه؟ يعني اذا كنا بنتكلم على مستر مانويل جوزيه، اذا كنا بنتكلم على فنجاده مع نادي الزمالك، اذا كنا بنتكلم على فيريرا في وقت سابق مع الزمالك، باتشيكو نفسه اللي كان ابتدى الموسم ده مع نادي الزمالك ورحل عنه ولكنه بيعود مره اخرى هذه المره، عنك ايضا مستر بيدرو في تجربتك الناجحه كانت سواء مع مانويل جوزيه في الاهلي او حتى كمان مع الاسماعيلي بخلاف هذه التجربة مع الجونة، إيه الأسباب من وجهة نظرك؟ كمان تجربتي مع الجونة أنا برضو بفتكرها بسعادة. أنا شايف إن كمان الشغل تم فيها بصورة جيدة، لكن النتائج هي بس اللي ما تجاوبتش مع الشغل بتاعنا اللي كنا بنعمله في النادي.
وما كانتش بالنتائج اللي كان يستحقها النادي بادائه ولعبه وشغله، لكن عامه انا شايف المدربين البرتغاليين عندهم نشأة جيده جدا وتاهيل جيد، لان هي في دوله بتحب الكره جدا البرتغال، وكان في الإمكانية أن احنا نجمع الحب وشغف البرتغاليين لكرة القدم مع المعرفة الفنية والعلمية في الاتجاه أن احنا نأهل أحسن مدربين. وكمان شخصية البرتغالي هو أشخاص مرنة بتتأقلم على أي جو مختلف أو مناخ مختلف، فدي من خصائص المدربين البرتغاليين اللي خلتهم ان هم يتأقلموا على اماكن مختلفة وعلى ثقافات مختلفة تماما، بطريقة ان هم يوصلوا للاماكن اللي بيروحوها الامكانياتهم واللي يقدروا يعملون للنجاح دايما. عايز اجابة بلا اي دبلوماسية، يعني كيف تقيم الدوري المصري؟ دوري قوي، دوري متوسط، دوري ممتع، دوري ممل، دوري رتيب، دوري مضغوط، كيف تقيمه؟ أنا قلت للاعبين من ساعة ما جيت وطول الوقت اللي كنت موجود فيه، دايما انا بقول اللي انا بحس بيه وما بغيرش كلامي وما بجملوش. ساعات الامور ما بتمشيش بصوره جيده لما بكون صريح كده، لان في ناس ما بتعجبهاش الاجابات، ممكن ما اكونش مرضي للي قدامي في اللحظه دي، لكن قدام بيعرفوا ان فعلا الاجابات دي بتفيد اكتر. انا شايف ان اللاعب المصري والدوري المصري في قوه وامكانيات عاليه وجودة كبيرة، ممكن ما يكونش استكشفنا الإمكانيات والقوة اللي عند اللاعبين المصريين وعند الدوري المصري. في خصائص بالفطرة عند اللاعب المصري من ناحية البدنية والناحية الفنية تقدر تسمح للاعب المصري انه يؤدي احسن بكتير من اللي بيأداؤه في اللحظه دي. الدوري فيه منافسه عاليه وفيه توازن بين الفرق، الاهلي والزمالك وبيراميدز في اللحظه دي هم ممكن يكونوا اعلى شويه من الفرق الثانيه، لكن بقيه الدوري متوازن. انا شايف ناقص بس الحس الجماعي في الجزء الخططي، في تغيير بيحصل من ناحية اللاعبين والمصريين، في ان هم محتاجين يستكشفوا اكتر الناحية الخططية عندهم والشغل الجماعي، لان هم متعودين على اللعب بطريقة معينة مريحة اكتر ليهم، ومش عايزين يجسفوا انهم يطلعوا من الراحة دي اللعب بطريقة تانية، طريقة قريبة من كرة القدم العالمية الحالية. لكن انا دايما بحب اشتغل مع المصريين لان هم كريمين جدا في شغلهم، محترفين معظم الوقت. في الجونة لما النادي كان فيه مناخ عام محترف بتساعد اللاعبين انهم يشتغلوا اكتر ويتطوروا ويعلوا من مستواهم. فانا في الاول اتكلمت عن حزن او خيبة امل ان انا ما كملتش المشروع بتاعي، لان انا حسيت ان في المناخ في النادي زي نادي الجونة كنت اقدر اعمل تغيير ياخد وقت تدريجي، بطريقة اقدر ابني فرقة واشكل فرقة تلعب بطريقة مختلفة وستايل مختلف تحترم في نفس الوقت خصائص اللاعب المصري، وكمان في نفس الوقت ترفع من مستواه ومن ادائه. ده اللي ناقص في كرة قدم مصرية، لأن ممكن يبقى موجودين لاعبين يلعبوا في دوريات أقوى ودوريات كيانها أكبر من الدوري المصري، لكن الدوري المصري في الواقع الحالي اللي أنا أعرفه دوري مصري دوري قوي دوري متوازن، واللاعبين عندهم أساس كويس للشغل.
هل تقيم احمد حمدي كلاعب كبير فاز به الجونه وبخدماته وخسره النادي الاهلي كواحد من اللاعبين اللي كان ممكن يشكله مستقبل في مركزه في النادي الاهلي، ولا هو لعيب عادي يسهل تعويضه بالنسبه للنادي الاهلي؟ بس احنا بنتكلم عن احمد حمدي كلاعب قوي وليه مستقبل. انا شايف ان في لاعبين كتير في مصر عندهم قوه، الناس من بتبص لهم من بدري وبتكلم عنهم كتير وتخلي اللاعب ينسى ان دوره ايه وان هو محتاج يشتغل اكتر، والكلام الجماهير عنه كتير والصحافه بدري في اللحظه اللي هو لسه ما اداش كل اللي عنده، ما اداش اعلى حاجه عنده، الحكايه دي ممكن تضره بالعكس في بعض اللحظات، بدل ما يتطور اللاعب يتاخر، ما بيوصلش لأعلى نقطة من إمكانياته اللي يقدر يوصل لها. هو لسه حمدي لاعب صغير في السن لغاية دلوقتي، على الرغم من كل اللي اداه من قوة وأظهر من قوة في أدائه، لسه ما ظهرش في الملعب كامل قوته، فلسه عنده كتير عشان يتعلمه، عنده طريق طويل عشان يمشي. أنا بقول هنا، أنا اتكلمت معه قبل كده قبل ما أمشي من النادي، أنا ما كنتش عارف إني أمشي من النادي. هو لاعب أنا كنت حابب إنه يزود مستوى الإنتاج عنده والأداء. اتكلمت معاه حديث طويل، قلت له فيه على النقاط اللي محتاج يحسنها واللي المفروض يعمله عشان يوصل لاعلى مستوى عنده ويبقى عنده حياه كرويه احسن. كان انا قدرت احقق معاه بعض التغييرات من التغييرات اللي كنت حابب انه يعملها، لكن في بعض التغييرات الاخرى اللي محتاج يعملها. التغييرات دي ما بتتحققش من يوم للتاني، محتاجه لصبر ومحتاجه لشغل. انا عارف انه هو في يوم هيفهم ويطبق الكلام دوت ويتحسن اكتر، لكن كل دوت جزء من عملية نمو اللاعب. اللاعب اللي عنده قوة كبيرة ولسه لغاية دلوقتي ما وصلش لأعلى نقطة من قوته ومن قوة أدائه، فكل ده بيعتمد على الطريقة اللي هيبص على حياته المهنية ويوصل لأعلى مستوى اللي يتناسب مع إمكانياته. لكن هو لسه ناقص له حاجات او نقاط يشتغل عليها عشان يوصل فعلا لقوته الحقيقيه اللي عنده. فان الناس فاكره ان القوه اللي عنده بيظهرها في الملعب دي هي قوته، لا، هو لسه عنده اكتر يديه كمان. السؤال ده بالنسبة لي مهم لأنه هيحمل إلى حد ما وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظرنا إحنا كمصريين. بسألك في ماذا لو كنت في مكان باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك سابقا، وأنت تنافس مع نادي الزمالك في سيمي فاينال بطولة أفريقيا وفي منافسات الدوري المصري كتاني للبطولة، وقدم إليك عرضا مغريا، هل كنت ستتبع نفس الطريقة والأسلوب اللي تبعه باتريس كارتيرون بدفع الشرط الجزائي وترك الفريق في هذه الظروف، أم كنت ستستمر حتى نهاية تعاقدك مع نادي الزمالك؟ هو سؤال قد يكون صعب ولكنه مهم نفهم وجهات النظر في هذا الأمر. هل كمدير فني أجنبي كنت ستقوم بمثل ما فعل باتريس كارتيرون أم لا؟ اللحظة اللي يكون فيها بند في العقد بتسمح للنادي انه يفسخ العقد مع المدرب ويدفع له شهرين، وفي الناحية التانية بيسمح للمدرب انه يدفع شهرين للنادي ويفسخ العقد، لما امضي العقد بالبند ده النادي بيقبل ان انا اقدر اعمل
الحكاية دي، وأنا لما المدرب عمل الحكاية دي مش مفيش حاجة ضد العقد أو حاجة متوقعة من العقد، فالعقد بيسمح بكده والنادي والعقد اتفقوا على العقد ببنوده. فلما المدرب يفسخ ويدفع الشرط الجزائي بيعمل نفس الحكاية اللي ممكن يعملها النادي، انه يفسخ العقد للمدرب ويدفع له الشرط الجزائي. ما فيش مسألة أخلاقية بنتكلم فيها مختلفة من ناحية النادي أو المدرب. لو السؤال بالليل شخصي، أنا لو كنت عملت نفس الحكاية أنا ما أقدرش أحكم عن باتريس كارتيرون. كل واحد يعمل اللي شايف المفروض يعمله. أنا في حالتي مش هقدر أقول اللي عملت كنت عامل ولا لا. أنا شايف إن الناس من خلال تقييمها للأمور حسب شخصيتها وحسب حياتها اليومية، أنا شخص وباتريس كارتيرون شخص تاني. ففي التقييم اللي بيتم عمله من كل شخص بيكون في إجابة مختلفة عن السؤال ده. أنا ما كنتش هعمل أي حاجة ضد بنود العقد. لو النادي ما كانش عايز يحصل الموقف ده في يوم من الأيام ما كانش ساب البند ده في العقد. أنا شايف إن عمل حاجة قانونية في العقد، العقد بيسمح به إنه يعملها. من الناحية الأخلاقية، إذا كان ده أخلاقي ولا لا، أنا مش هعلق عليها لأن أنا من ناحيتي مش هيكون أخلاقي. من ناحيتي أنا أعلق على موقف زي ده يتعلق بشخص آخر، ده قرار شخصي. كل واحد بيطبق الأمور بالطريقة اللي شايفها صح. هل نفس الأمر ينطبق أيضا على فايلر اللي فيه بند في تعاقده يسمح لكلا الطرفين أنه تنتهي العلاقة في خلال 10 أيام من أول أكتوبر لحد 10 أكتوبر؟ هل نفس المسطرة تقيم بها نفس الأمر ولا لا؟ طبعا أنا ما أعرفش أشخاص المدربين، أنا أعرف العقود اللي بتتعمل. ولما أكون في الأول مش متفق على بند من بنود العقد أو مش في الأول بتكلم مع النادي وبعدل البنود اللي مش عاجباني. فلو في عقود المدربين دي في بنود بتقول إنه يقدر يسيب النادي، والنادي في لحظة الإمضاء توقيع العقد وافق على البنود دي تكون موجودة، فالمدرب لما يلجأ للبند ده ويطلب الخروج من النادي أنا شايف إنها حاجة عادية، لأن العقد تم توقيعه من الطرفين. في وضع المدرب النادي الأهلي، لو النادي مضى مع العقد بالبند ده فالطبيعي انه عنده الحق انه يفسخ العقد حسب بنود العقد. صحيح. ما هي الخطط المستقبليه بالنسبه لمستر بيدرو بارني؟ ما الذي تخطط له مستقبلا بعد انهاء التعاقد بينك وبين الجونه؟ خطتي المستقبليه هي نفس الخطط اللي كانت عندي من الاول، ان اكمل على انشيتي. طبيعي هيكون في نادي تاني قدام. انا خرجت من مصر في الدوري كانش انتهى، بس هنا في البرتغال الدوري ابتدى اوريدي، فهيبقى صعب ان يكون في نادي امرنه هنا في البرتغال، لان كل انديه ابتدت بالمدربين. وانا هشوف العروض واستغل الفترة دي ان انا هعمل عملية جراحية المفروض كنت هعملها. كان بعض الاثار اللي كانت من حياتي كلاعب كرة العضلية ظهرت دلوقتي، هي عملية هتبقى فترة التأهيل بعدها قصيرة جدا، وبعد ما تنتهي فترة التأهيل دي انا هكون جاهز ان ارجع التدريب تاني. آخر حاجة بقى عايز تقولها لجماهير الكرة المصرية، حابب تقول لهم إيه؟ مصر بلد ثالث مرة أجي أمرن فيها. أنا حبيت كل الثلاث أندية اللي اشتغلت فيها والطريقة الأمور صارت بيها.
já passei por muitas dificuldades no Egito e também por muitas كان في لحظات صعوبة وكان في لحظات فرحة أكتر. ده جزء من حياتنا كمدربين ومن حياتنا عامة كأشخاص. فالبلد دي تعني لي الكثير. في ناس استقبلتني أحسن استقبال وهتكون أصدقائي طول العمر وكمان عملت صداقات جديدة. فهي بلد دايما في الإمكانية مفتوحة أن أرجع فيها وأكون متواجد فيها. هي مكان أنا بحبه. ساعات ما بقدرش أعبر قوي عن شعوري. أنا دايماً بحب مصر وفي علاقة قوية. خصوصاً إن أول يوم وصلت في مصر في أول مرة اتولدت بنتي الثالثة. وده قوى أكتر العلاقات بيني وبين مصر والعلاقة فضلت تقوى يوم بيوم بعد كده. فمصر دايما بلد بتمنى ان يكون دايما مزدهر في المستقبل ويوصل دايما لاهدافه لكل مشاريع واماني الشعب تتحقق ويكون الشعب على احسن صحة وبالتوفيق دايما ودايما شرف لي ان ارجع لمصر واقدم تحياتي الحارة لكل المصريين واتمنى التوفيق ليهم في كلهم في حياتهم الشخصية بشكرك شكرا جزيلا مستر بيدرو بارني المدير الفني السابق للجونة على هذا الحوار وما فيه من ساعة صدر الحقيقة لإجابات كتيرة جدا بشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله بإذن الله تعود إلى مصر في تجربة إن شاء الله بإذن الله تكون ناجحة بشكرك شكرا جزيلا متشكر جدا شكر جدا وبالتوفيق لكم في البرنامج كمان شكرك شكرا جزيلا مستر بيدرو بارني مدير الفني السابق للجونة وحوار بإجابات مهمة جدا جدا في كل الملفات اللي احنا اتكلمنا فيها سواء المتعلقة بالجونة علاقته بالكابتن حسام غالي سواء بالنسبة للعيبة الجونة لعيبة الأهلي المعارة إلى الجونة رأيه إيه في موضوع كارتيرون وفايلر والراجل بنفس المسطرة قال طالما الناديين كل واحد فيهم حاطط بند من البنود قال أنا من نواحي الأخلاقية ما أقدرش أعلق على الجزئية ديت إنما أقدر أقول لك طالما في بنود يبقى الأندية ديت موافقة على البنود دي واتكلم على الزمالك واتكلم على الأهلي بنفس المسطرة بسرعة كده خليني ناخد خبرين بعد الفصل السريع اللي جاي ده في أوروبا وتحديدا هنتكلم على تشيلسي وشوية حاجات كده بعد الفصل السريع اللي جاي شوف يا سيدي خليني بس قبل ما اقول لك الخبرين تعالوا نشوف صور باتشيكو العائد الى قياده نادي الزمالك مجددا زي ما قلنا لحضراتكم معاه الاثنين مساعدين كوستا اللي في الاحمال ومدرب حراس المرمى كمان هيبقى جاي باتشيكو اهو قدام حضراتكم على الشاشه يصل الى القاهره لتدريب الزمالك في ولايه تانية وهو هيبقى موجود مع الزمالك في مباراه الجونه لكن لن يقوده فنيا صح يا شباب كده ولا ايه؟
هيبقى متابع كده هيتفرج على اللقاء ويرصد عن قرب ويشوف الدنيا ماشية ازاي. دي اللحظات اللي وصل فيها مستر باتشيكو ومعاه الاثنين مساعدين أليكس كوستا وجوزي بيدرو، الاثنين المساعدين لمستر باتشيكو. اعتقد كده ناقص بس المدرب حراس المرمى اللي هيكون موجود برضو ان شاء الله باذن الله يوصل النهارده. شد حيلك يا عم باتشيكو، الناس كلها مستنيه، جماهير الزمالك مترقبه وحاطين ثقه كبيره فيك في الفتره اللي جايه. يبقى باتشيكو يصل لقياده ثانيه لنادي الزمالك. تشيلسي بقى سيدي، احسن حاجه في الدنيا ان ابقى معاك المايك. تشيلسي كان النهارده بيلعب ويست بروميتش، الشوط الاولاني 3 جوال، والحقيقه يعني خلينا اكلمكم بامانه شديده، الثلاث اجوان من 3 فرص بس، يعني 3 فرص اول مره اشوف في حياتي كده، يعني تروح 3 مرات 3 اجوان، حاجه يعني لما يكون التوفيق جامد قوي 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 مع فرقه، وكان التوفيق لا يحل في فرقه ثانيه، يعني 3 اجوان 3، سلام عليكم. لامبرد وشه يا عيني اسود، مش متخيل ولا حد متخيل. تشيلسي اجرى مجموعه من الصفقات الكبيره الحقيقه، ولاعيبه يعني محترمه. الشوط الثاني نزل تشيلسي واستطاع ان هو يتعادل. خد بالك هي فانيله بتروجيت دي اللي مأثر عليها، هي اللي مأثر عليهم يعني، غريب. هي اللي مأخراهم كتير، وحتى كمان والله الفانيله الاساسيه برضه مأخراهم، مش عارف يعني مش حاسس يعني. اهداف وست بروميتش جت في اول نص ساعه، مع طبعا تقديرنا طبعا واحترامنا لبتروجيت والإفيه حكم يعني. كالوم روبنسون سجل هدفين في الدقيقة 24، وكايل بارتلي سجل في الدقيقة 27. تعادل تشيلسي في الشوط الثاني عن طريق مايسون مونت في الدقيقة 55، وهوتسون أودوي في الدقيقة 70، وإبراهام سجل في الدقيقة 93 علشان يتعادلوا بالنتيجة ديت. وبالمناسبة أحمد حجازي طبعا كان عنده إصابة، يا دوب لسه بيتعافى، ما قدرش إن هو يشارك، إن شاء الله بإذن الله يكون موجود في الفترة اللي جاية. حجازي من اللعيبة الكبيرة المهمة في وست بروم، وكان عامل موسم محترم اللي فات، هو اللي مصعد الفرقة، إن شاء الله بإذن الله بيكون عنده فرص وعنده حظوظ للمشاركة في اللقاءات المقبلة. شوف بقى كومان دافع بكل الطرق، رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، وهو الحقيقة إنجاز التعبير بعد رحيل لويس سواريز، مسكه كده ميسي وراح مسلمه تسليم أهالي، التسليم اللي هو بالبلدي ده، صباح الفل سلام عليكم أنا جاي أسلمك، سلمه ومشي. والحقيقة رغم عشق وحب الميسي، بس بقاء ميسي في برشلونة هو بقاء عن غير رغبته، وطالما أنه هو بقاء على غير رغبته فهو ما العملية بقت فلتانة بالنسبة له، اللي هو إيه مين فيكم كبير، خد تعال هنا إقلام وشلاليت، خد إيه اللي أنت فيه إدارة ما يعلم بيه. لا ما هو ده مش صح. هو ارتبط بعلاقة كبيرة جدا مع لويس سواريز، بس اللي احنا بنشوفه من الناس دايما في اوروبا وبالدرجة هذه الدرجة من الاحترافية، انه خلاص انت استمريت، انت موجود في الفرقة بقى خلاص، ما بقاش فيه الكلام ده. لكنه الحقيقة اول ما لويس سواريز مشي، وكان رحيله مؤثر جدا جدا، وبكى بكاء يعني شديد في المؤتمر الصحفي، ونزل بعديها ميسي مرتبط ارتباط كان كبير بسواريز، وقال انه ما بقتش استغرب حاجة من الادارة ديت، وما بقتش استغرب حاجة من اللي بيحصل، وانت يعني ما تضطرتش وما كانش ينفع، حاجات اللي شبه كده يعني ما بنشوفهاش على المستوى الاحترافي. بس اما وانه انت كنادي جاي على وشك، خلينا نتكلم بامانه يعني، انت كنادي جاي على وشك ومش هتمشي وخلاص وتعمل ليه، وانت تعمل اللي انت عايزه. هو الغريب كمان بالنسبه لي انه رونالد كومان ما طلع، متخيل بقى رد فعل، طبعا مش هيبقى قدام الناس على الاقل، بس في لا الراجل قال لك عادي، ما ايه المشكله، ميسي ما قالش حاجه، هو زعلان عشان صاحبه، ولكنه قال لك انا يعني تم تمثيلي كالرجل الشرير في فيلم رحيل سواريز، قال لم يكن قراري انا فقط انما قرار النادي، انا كنت الشرير في الفيلم بتاع سواريز ده، بعد اتصالي لابلاغه بالقرار اظهرت احتراما كبيرا للاعب وكشخص، وبذل اقصى جهد في التدريبات، وايضا قلت له وللنادي اذا استمر سنعتبر واحد من افراد الفريق. وعن رسالة وداع سواريز اللي نشرها ليونيل ميسي، قال من الطبيعي أن يحزن اللاعب لرحيل صديقه بعدما ظل معا لسنوات، هذا جزء من كرة القدم، الأهم هو كيف يتعامل ميسي في التدريبات والمباريات، هو مثال يحتذى به، وخوض التدريبات بحماس، وليس لدي أدنى شك في ذلك. هنا بقى لازم أقف بس عشان أسجل نقطة معينة ملهاش علاقة بأي حاجة خالص، أكتر من أنه اللعيبة الكبيرة بتحكم قصاد أي معايير في الدنيا بتتكسر،
يعني مهما كانت هذه الدرجة من الاحترافية والتشدق بالاحترافية وضرورة الانضباط ولا لا 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 قدام اللعيبة الكبيرة يعني مفيش كلام ده. اهو اديك انت شايف مثال ميسي يعني بص مبعتر الإدارة مبعترها سواء كان رئيس النادي قال لك شخص مخادع سواء الـ على المستوى الفني وهو بيتكلم انه ده ما ينفعش يمشي وما ينفعش يمشي بالطريقه ديت مبعتر الناس خالص. ورغم البعتره ديت اللي انا معترض عليها جمله وتفصيلا رغم عشقي وحب الميسي طبعا اللي انا معترض عليها انه رونالد كومان بيقول لك اهم حاجه عندي في التدريبات. قال لا يعني ده لو لعيب تاني كنت له اهم حاجه عندي في التدريبات ولا كنت ركبته عربيه الترحيلات وسلمته. لا يعني هنا المعايير بقى والكلب ب 900 مكيال والحاجات اللي شبه كده تدي لك انطباع قد ايه انه لا في لعيبه قدامها تتكسر المعايير. طبعا مش اي لعيب ده ليونيل ميسي يعني بس برضو يعني بيقولوا كلام ما بيتعملش في النهايه. هروح لفاصل وبعد الفاصل نجم نادي الاهلي والمدير الفني المحترم كابتن ضياء السيد هيكون ضيفي وضيف حضراتكم. هنتكلم في امور كتيره جدا جدا حوار مختلف بعد التقرير بتاع سواريز والفاصل. خليكم معنا. جدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني وضيفي وضيف حضراتكم نجم النادي الاهلي ولاعب النادي الاهلي والمدرب العام لمنتخبنا الوطني السابق والمدير الفني ايضا كابتن ضياء السيد. كابتن ضياء السيد دايما رايق كده حلقته تبقى رايقه مزاج كده. بص الابتسامه احلى حاجه في الكابتن ضياء السيد لا تفارقه الابتسامه يعني حاجه من الشخصيات المريحه جدا جدا. مساء الاسماعيلي. لا انا كان في انا شايف في مظاهره هناك اللعيبه لازم ندعم الاسماعيلي نازل بتشيرت الاسماعيلي ده بدعم الاسماعيلي. مساء الورده يا كابتن ضياء وحشني جدا. جمال يا هيما وانت عارف حلقاتك انت دايما بتبقى خفيفه لطيفه ظريفه مش منك وبعدين بتجيب لي مشاكل كتير عشان انا معايا بتبقى غريب معاك كده. بقول كل حاجه بتقول اي حاجه بتقول كل حاجه واي حاجه في بالك بتقولها بنقول بس الحمد لله يعني احنا بنقول الحق من وجهة نظرنا طبعا لان الحق بيتوزع كل واحد ليه وجهة نظر يعني لكن انا على الاقل من وجهة نظري بقول الحق يعني. عايز اقول لك ان في حلقات كتير قبل بس ما اروح للتقرير في حلقات كتير ممكن تبوظ مني بسببك بسبب يعني ايوه ما انت بتبعت لي حاجات على الواتساب وبتبعت لي حاجات على تويتر ما هو طبعا على الانبوكس الموضوع ده صعب جدا بقى بمسك نفسي بالعافيه متابعك وانت بتبقى موافقني أيوة. لان انا عارف انت عايز ايه وبتسال ايه أيوة. وخصوصا لما يبقى الضيف صاحبنا احنا الاثنين يعني ببعت لك في ساعتها عشان في ايه بقى في ايه ما تقول يا عم انت انت جاي عشان تقول ما بتقولش ليه مش معقوله يعني. بس احنا هنقول النهارده لا نقول كله بحاجه تخلي المشاهد يقتنع يعني صحيح. نروح للتقرير وبعد التقرير نبتدي كلام يعني التقرير دي كلها ماذا لو منتخب مصر مع باب برادلي والكابتن ضياء السيد راح اتعادل مع غانا في غانا ورجع كسب غانا بنفس النتيجه ومصر راحت كاس عالم؟ انت فكرتش في السيناريو ده قبل كده؟ طول الوقت حتى قبل الماتش بفكر فيه. زمانك موجود لحد دلوقتي كان زمانك كان الراجل هيستريح وكانت الدنيا البلد اتظبطت والمؤسسات استقرت والمؤسسات الدوله كلها اكتملت بالامكانيات دي وبالشغل ده احنا ما شفناش ذره من ده ما شفناش الهوا احنا كنا عربيه البطيخ احنا قاعدين في الجهات الامنيه طول الوقت عشان نلاقي ملعب ونلاقي مفيش دوري ودخلت عليك مذبحه بورسعيد وبعدين دخلت عليك
لعيبه محطمه وبعدين دخلت عليك وقوف يعني تعبنا جدا. بتلعب في طول الوقت ماتشات بره البلد في السودان في لبنان في الامارات ما بتنامش تحلم بك ب ب ب ب ما بتنامش تلاقي نفسك في الكابوس بتاع الماتش ده. لا كابوس الماتش ده ما بيجيلكش. لا خلاص فتره الكابوس عدت 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 خلاص. بتيجي طبعا وبتتسال فيها كتير وبتروح وبتيجي الى الان انت بتسال فيها. لا يعني ايه يعني في طبعا لحظات حلوه قوي الواحد بيتمنى ان هي تكمل طول عمره زي لحظاتي مع فرق المنتخب الشباب في كاس العالم مثلا مثلا. ودي كانت في وقت الظروف برضو كان في بدايه البلد لكن قضيت نصها بره. ايوه يعني هي كنت هتشد بس بعتها بايدي كده واخد الفرقه وطاير طيرت الامارات ربنا يبارك لهم. يوسف السركال ربنا يكرمه أيوه. عمل لي المعسكر ومنه وماتشات وبعد كده طلعنا على تور كده حلوه رحنا لعبنا ماتشات في البرتغال. كانت كام كابتن؟ كان كام؟ كانت في سبعه كانت في 2011 2011 كانت في 7 في وقتها في وقت الدنيا بايظه ما كانش ما كانش في معالم للبلد مين فوق ومين تحت ومين هنا رحت لعبت كاس العالم. هدي احد اللحظات مع مجموعه متميزه من لان انت كنت واخد قبلها كام بطوله الامم الافريقيه؟ واخد برونزيه الثالث فصاعد كانت في جنوب افريقيا مع مجموعه اتظلمت برضو في الوقت ده ربنا كرمهم في الاخر لانه انت ماتشاتك في كولومبيا كانت الفجر والدنيا كانت وفي رمضان وكان نادرا اما حد يعني اللي شافها مش كتير مش زي ما تكون الدنيا مريحه مستقره وهاديه مستقره فالناس مستنيه بقى المنتخب هيلعب البرازيل في الافتتاح. انت متخيل مصر والبرازيل في افتتاح كاس عالم كانت كل دي من اللحظات الحلوه بالنسبه لك اللي كنت تستمر تتمنى انها تستمر. بعد كده شفت المعاناه بقى طول سنتين ونص بتوع الراجل برادلي. وعايز اقول كمان مش انا الواحد انا شلت الليله كلها بتاعت العمليه التنظيميه عشان وليد مهدي بيزعل بيقول لي انت بتقول هو انا بس انت بس. وليد تعب معايا جدا وسمير عدلي تعب معايا جدا لانه بنروح للجهات الامنيه ونروح لهنا ونروح هنا ونجيب موافقات ونطلع على السودان كانت اسهل حاجه لان السودان من غير تاشيرات. ايوه فلا كان في تعب يعني كويس ان احنا وصلنا وخدنا ستة بس يعني. برادلي متعدي دي بقى مدرب برادلي مدرب كبير رائع كرويا وفنيا و طب ليه ما رجليه ما جاتش تاني يعني ده هو مشي من بعديها ما حدش طرح اسمه تاني جوه الدوري المصري راح مسك في فرنسا بعدين في بعد كده راح الدوري الانجليزي ما كملش كتير بعدين امريكا وبعد كده استقر دلوقتي مع جالاكسي مستقر خد الدوري السنه اللي فاتت ومكمل السنه دي معاهم هو وزكي يعني. ليه بقى ما طرحش اسمه في الدوري المصري خالص؟ بعتقد انه الطرح رغم انه اذا شلنا من السي في بتاعه ماتش غانا فهو كان ماشي اول. عايز اي مسؤول يفكر بره الصندوق لو حد فكر بره الصندوق برادلي مدرب ممتاز والله طبعا مدرب ممتاز واخلاقيا ومش هيجي ينط كده ويسيب عقده ويجري ولا يعمل شوف كان في عز بتاعه وملتزم يقول انا حابب اكون موجود مع المجموعه دي لان المجموعه بس دي هو واضح ان الاجانب شايفين غيرنا عندها يعني. شغف وعندها بدرو بيقول لك طالما بند في العقد خلاص لا 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 هو بيتكلم على ما هو قانونا صح طالما بند في العقد لكن اخلاقيا ما في جزء اخلاقي يخص ابراهيم فايق ايوه صح الجزء الاخلاقي ده بيختلف من ابراهيم لمحمد لاسماعيل في واحد يستحل ان هو في بند موجود في خلاص جزء اخلاقي مهم جدا وفي واحد تاني يقول لك لا دي امانه لا انا هستخدم الورق لا لكن في جزء اخلاقي ده بيختلف من شخص لشخص لكن اللي حاصل مثلا في موقعة كارتولون لا في جزء اخلاقي والتزام مش التزام قانوني قانونا يقدر يمشي لانه ممكن النادي برضه يمشيه ويديله الشرط الجزائي ايوه انت واخد بالك أيوه. لكن هو التزام اخلاقي بيختلف بقى من ضيا لابراهيم لكارتيرون لفايلر بيختلف في طريقه التعامل ينطبق الموضوع على فايلر اللي ما عنده فتره من واحد ليوم 10 لا. في اكتوبر فايلر طبعا بيختلف شويه لانه قصه فايلر انه الامور ماشيه بشكل كويس النادي الاهلي عايز يعمل له سنه جت الكورونا هو عايز يسافر بقى حصل شوشره في الدماغ في التفكير عنده اسرته عند النادي الاهلي عايز بيشتغل عايز يجدد له عشان هو خلاص اثبت نفسه واحنا الاثنين مسرحين مع بعض تمام
عقده يخلص 29/6 جدد سنه معانا، طب جدد سنتين ما فيش. فانك في التفاوض قبلت كنادي وهو انك توصل انك تجدد ل 30/9 هنا كانت التخوف. النادي الاهلي كان معذور في حاجه واحده، النادي الاهلي كان عايز يكمل الدوري وافريقيا. ما انا هقول لك الدوري كان مهم لانه كان يوم 25 او 25/9 ويكمل افريقيا. وفي الوقت ده معلومه، في الوقت ده النادي الاهلي ابتدى يشتغل على مدربين في الوقت ده وقتها. طبعا من وقتها ابتدى، لانه خلاص ابتدى الكلام في المشايان كتير وده يقلق. طبعا ده يقلق، ما يعملش استقرار. فانه من وجهه نظري انه وصل لانه يعمل 3 شهور ل 30/9 انا ما اقبلهاش، لكن ما تعرفش موقف الناس في النادي ايه. لانه انا بقول لك الزنقه بتاعت النادي في انه عايز افريقيا تكمل بنفس المدرب بنفس الشغل اللي هو عامله تكتيك، صعب حد يجي. التخوف عند النادي ان اي حد يجي كان يبوظ الدور الثاني، رغم ان الفرق كان 20 بونت، اي حد يكمله عادي سهل. لكن هو هنا التخوف انك توصل لثلاث شهور دي طريق يعني حاجه انا ما احبهاش. ما احبش ان نادي كبير زي النادي الاهلي يعمل. طيب خلينا برضو ايه اطرح، بس النادي عمل حسابه. هطرح وعمل جزئيتين، كلم مدربين وجاهز انه يعمل ريبليست في ساعتها. دلوقتي لو النادي الاهلي قال لي فايلر يوم الخميس شكرا، وده الاوقع بنسبه 95% اللي انا اتمناه. عايزه يمشي، انت عايزه يمشي. طب لا خلاص ما ينفعش الرغي ده والشوشره دي وثلاث شهور، لا شهر، طب اخد اجازه، لا ما اخدش، لا يعني عايز اخد الاجازه في الوقت اللي فيه بالزبط. ينفع فسخ التعاقد. طب والنادي بيقول له يمشي ويعمل باي باي بقى من هناك ولا ايه؟ والنادي بيقول له طب خد، يعني النادي ما منعش، قال له طب خد الاجازه في الوقت ده مع وجود كتابي انك هتكمل لشهر 11. طبعا رافض. حضرتك بتقول لي عندك معلومه انه لما يمشي على طول الاهلي مجهز. النادي الاهلي جهز سيناريوهات. مين تعاقد؟ يعني مش تعاقد، بيتهيألي فتح ملفات مدربين. حوالي 3 أو 4 مدربين. ايه مدربين يعني ما تلاقي فيه ايطالياني، هتلاقي ارجنتيني، هتلاقي بيتزي تشيكي، هتلاقي الماني، في الماني مهم جدا. ودي حاجه كويسه انه عمل حسابه على سباليتي اللي بيتقال دلوقتي. معرفش مين، ما تعرفش مين. معرفش مين انا، بس يعني معلومه ان هي الجنسيات دي. لكن مفيش الكابتن يوسف ومفيش الاسماء الكابتن عماد موجود النحاس. موجودين موجودين. يوسف موجود برضو، انه لانه بعد التجربه دي اللي حصلت عمليه انك تحط الجهاز كله في التعاقد ما يكونش في حد تقيل مصري. دي مشكله. ليه؟ واضح، ما ظهرت اهي. ظهرت، هو سامي ثالث دلوقتي. ما تقدرش انت في زنقه الماتشات دي ما تقدرش تاخد القرار، عشان كده زي ما بقول لك النادي الاهلي وافق انه يعمل 3 شهور. انت متخيل لو حد تقيل موجود مع فايلر، حد كبير زي يوسف يعني خبراته اكبر. أيوة. يوسف، عماد النحاس، يعني الاسامي الاكبر اللي عندها تجارب اكتر خبرات، كان النادي الاهلي خد قرار بسرعه. انا متهيألي كده. انا عارف ده. لكن فدي هتبقى محور في التعاقد اللي جاي. محور في التعاقد اللي جاي، افتكر اللي انا بقوله لك ده، لانه هتلاقي بعض المدربين من دول مش هتروح ليهم لان هما مصمم انه يبقى فل. هنحط فرده تقيله. فانت لازم تحط خصوصا انه لو حصل يوم الخميس وانت عينت الجمعه مدرب، ده محتاج يوسف، محتاج عماد، ضروري جدا جدا يكون موجود، علشان هيحصل دروب فني. عشان ما يحصلش الدروب ما يبقاش كبير قوي، يبقى قريب، لازم يكون في حد تقيل موجود. هل النادي الاهلي وهو كان بيقول للراجل انا هجدد معاك لمده 3 شهور كان حاطط في حساباته انه الراجل طبيعه الحال انه هيبقى موجود في افريقيا، يعني هيلعب ماتش افريقيا الاولاني؟ خد بالك هو كان هيبقى موجود يوم 25، كان ماتش افريقيا الاولاني. في غلطه وانت رايح لها. ماتش العوده؟ لا. هو الراجل كان هيبقى غصب عنه مش هيبقى يلعب ذهاب السيمي فاينال ويسيب الباقي. انا بيتهيألي في غلطه لما الاتحاد الافريقي جاب الانديه وسالها في التاجيل ل 10. انت عارف انك عامل 3 شهور ل 30/9.
النادي الاهلي من ضمن الناس اللي كانت موافقه انه النادي الاهلي وافق صحيح. معرفش هل كان معمول حسابها ولا ما اقدرش اقول لك لان المطبخ بيبقى فيه حاجات تانية. معمول حسابها ولا فكروا فيها في انه الراجل هيكمل اكيد مش هي. ما هو ده ما ينفعش. ما ينفعش. التفكير الانديه الكبيره ما ينفعش كده. التفاوض العمليه التفاوضيه ما تبقاش. ما تنفعش كده. لازم يبقى النادي الاهلي نادي كبير جدا. ما ينفعش العمليه التفاوضيه تبقى فيها اطمئنان بشكل كبير. ده اقول لك وجهه نظر ما اعرفش حاجه توفيق ولا لا. انا بتخيل انه لو في ظروف تانية غير كده فايلر ده ما كانش قاعد في النادي الاهلي. يعني لو في ظروف تانية غير كده كان النادي الاهلي شكره من زمان. هو حصلت مع يعني في فتره النادي الاهلي مضغوط في ماتشات ومضغوط في افريقيا ومضغوط طبعًا في كذا طبعًا. كذا كذا لولا الظرف ده اللي كان النادي الاهلي عمل له باي باي من زمان حتى لو هو كان هيجيب له بكاس العالم للانديه. اللي زنق النادي الدوري انه يكمل وان افريقيا اللي هتخلص في اخر 9. يعني العملية حسابية وفنية كانت هتبقى فيها صعوبة عشان كده اضطر النادي انه يوافق على 3 شهور. انا اعتقد انه النادي الاهلي يوافق على 3 شهور على مضض جدا 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 لانها يعني ما فيش حاجة في التعاقد اسمها 3 شهور. ما فيش حاجة كده اسمها 3 شهور. طب مد شهر الكلام ده ما ينفعش. وبعدين تيجي عايز تاخد اجازة انت اللي تفرض وتقول طب ادوني مكافئة الدوري. دخلنا في قصة بقى ملهاش لا ما تنفعش مع النادي. عشان كده بقول لك 95% او اللي انا اتمناه يوم الخميس شكرا ويكون الراجل اللي هو جاهز وغالبا ممكن يكون الالماني يكون موجود. طيب دي رؤيه محترمه جدا جدا. اتخيل انه فكره مد الامد اللي عملها النادي الاهلي هو في بيان نزل انا ما فهمتوش وفي بيان تاني نزل ده اللي قبل البيان اللي انا ما فهمتوش ده. والبيان الاولاني ما في بيان اللي هو قالوا ده الاهلي نفاية يعني. في البيان اللي هو بتاع يوم الخميس ده انا اتخيل انه مد الامد ده اتعامل فيه النادي الاهلي بذكاء شويه انه وسع على نفسه المده. لا ما هي دي اللي موجوده. وسع على نفسه المده ياخد القرار. ما هي دي نهايه ال3 شهور. نهايه ال3 شهور. عشان يقفل ده الليجل. بالظبط كده ده الليجل يعني. عشان يكون هو اختار وخلص وبتاع لانه واضح ان هو فايلر فرص بقائه في النادي الاهلي اقل بكتير جدا من لا مش منطقيه كمان مش بعد منطقية. البلبله دي وبعد الرغبه. هو مدرب كويس. انا ضد ان انا اطلع دلوقتي اقول انه ده حتى مدرب وحش. ده حتى ضد جه. لا 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 لا, لا. مدرب كويس وعمل تنظيم في الفرقه وعمل نظام او شكل فني كويس. القناعات ما بتتغيرش بغض النظر عن انه في شويه دربكه حصلت له بعد الرجوع لانه عنصرين مهمين ما كانوش موجودين. رمضان مشي وحسين مش موجود. ابتدى يخش في 4 يلعب 4-4-2 وماشي. ما هي كابتن لكن في النهاية هو مدرب كويس. ده كلام من حضرتك كلام محترم. ليه القناعات ما بتتغيرش في التاريخ؟ لا ما اتغيرش. ده التاريخ اتعمل. الراجل ده عمل الفتره بتاعت قبل كورونا عمل. فالناس كانت ساعتها بتحب تسمع الكلام. احنا ده احنا كنا متعلقين النادي الاهلي او احنا كنا متعلقين وكنا مرعوبين ان احنا جبنا مدرب ما عندوش سي في. واضح. ده حقيقي. انت ده عارف ده حقيقي. فاول ما طلع الكل بقى يتغنى بشكله. أيوة. وفعلا هو يستحق بالظبط. واللي جابه واللي ما عمل مش هنيجي بقى نغير بقى الكلام دلوقتي عشان خاطر غير في ماتشات عاليه يعني. في ماتشات سقطت منه طبيعي عادي. نقول انه وقت الماتش ده لا هو المفروض نلعب 4-2-3 زي ما احنا. لازم يلعب ببلاي ميكر. لازم يلعب بجناحين. جناحين من اللي عنده واحد مشي صحيح. واحد مصاب. انا واحد من الناس انتقدت التاليف اللي الفه في ماتش الزمالك. على طول والنهارده حتى الى النهارده انه لما لعب بكهرباء هو نمره 10. انه ما لعبش بمجدي او غير يعني تنتقد في الحاجات دي. لكن مدرب كويس. مدرب كويس عمل تنظيم في الفرقه. عمل نتائج كويسه. تكسب الدوري قبلها ب7 اسابيع. ده حاجه كويسه. دي وجهه نظر محترمه جدا جدا. هروح لفاصل وبعد الفاصل لسه مستمرين مع حضراتكم مع كابتن ضياء السعيد. طيب ايه هي الحوافز والدوافع لو جه مدير فني جديد للنادي الاهلي يقود الفريق واذا افترضنا جدلا انه من مدرسه المانيه؟ طب هو هيعمل ايه مع الفرقه خلال الوقت ده اللي هيبقى صغير جدا جدا وجماهير النادي الاهلي عشمانه ان المدير الفني اللي يجي يجيب بطوله افريقيا مش يقعد يتفرج على الفرقه ولا يستكشفها حتى؟ هو بص الست ماتشات دول اهم لما يجي المدير الفني. النهارده انا بشوف ان فايلر هتجنن يعني لسه بيلاعب ناس مجهده.
لسه بتلعب ناس اساسيه، انت خدت الدوري وفي ميزه في انك تاخد الدوري قبلها بسبع اسابيع، وانت عندك ماتشات افريقيا في الشهر الجاي. في ميزه انك تريح اللعيبه، انك تريح علي معلول، انك تريح رامي النهارده، ما رامي ماتشين واصابه ماتشين، يبقى حافظ على الناس. عايز اوصل لماتشات افريقيا وعلى الاقل على الاقل عندي خط الظهر سليم. لا ده كله اللي ناقصه علاج يكمله دلوقتي، اللي بيلعب وهو عنده حاجه ما يلعبش، المطحون في اللعب زي علي وعمر السليه والناس دي تريح يعني تخف عليها. وبعدين ما ينفعش العب بكل اوراقي، ما انا متشاف بقى الناحيه الثانيه يعني الناس اللي هتلعبني افريقيا. انت اتفرجت على ماتش الوداد والرجاء؟ لا ما شفتوش. انا شفته. ما شفتوش. مستوياتهم برضو لا طبعا بعيد. لا بعيد جدا. بس خد بالك لا ده هو الوداد ولا ده هو الرجاء. الشغل كله بقى ابراهيم للاربع فرق الشهر ده. انا بوصل لعيبتي للماتش الاولاني في انه فورمه. صح. بوصل بكام لعيب. صح. ده المهم. هو ده انت بقى عندك ميزه. هناك عندهم لسه تنافس وطحن لسه بينهم هم. انت ريحت العمليه. انت ريحت. وخلاص امورك ما فيهاش حاجه مضغوطه عليك. لا انت بتدور على رقم قياسي ولا انت بتدور على بطوله. يعني انت انا النهارده بلاعب طنطا، اريح الشناوي واريح علي معلول. ماله وحيد؟ ما يلعب وحيد شكله كويس والولد بينزل يعني انت فاهم. اريح الناس دي، اريح عمرو السليه، الناس المهمه. واجي على اخر ماتشين ثلاث ماتشات ابتدي. لا ماتش الكاس مثلا ده لازم تكسب فيه فتلاعب الناس. ايوه انت واخد بالك. ماتش الترسانه ده اللي انا اعرفه. الترسانه نزل دوري درجه لكن انت بتنزل بالخطه والاساسيين الا اذا كنت بقى هتمشي يوم الخميس. صحيح. الترسانه نزل دوري درجه ثالثه. ماله؟ نزل دوري درجه ثالثه. ما الهبوط هيتلغي. هيتلغي يعني 99% الهبوط هيتلغي. 99 هيتلغي. فالمطلوب من المدرب الجديد الاجنبي انه يكون معاه واحد قوي. واحد من الاثنين. واحد من الاثنين. طبعا عماد لازم يستاذنوه انه يوافق، لان عماد عامل شغل كويس. انا بعتبره الكابتن عماد هيجي يمسك مدرب عالمي. انا بقول لك مدير فني. بعتقد لو الكابتن الخطيب كلمه هيوافق. عماد احسن مدرب موجود في مصر دلوقتي. على مستوى الدوري من احسن المدربين. لو انت مكانه مدير فني للمقاولين، مدير فني للمقاولين، والاهلي طلبك مدرب عام تيجي؟ في سن عماد وفي بدايته؟ اجي طبعا. مش هيعمل لك داون جريد ده؟ لا 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 لا. ده تحضير. أنا هو لازم يفكر فيها بشكل كويس، يفكر حسام يشتغل ازاي ويوسف اشتغل ازاي. تحضير للاهلي يعني؟ ليه لا؟ هو حسام اشتغل هو والكابتن حسام عندنا كان مدير كوره كمان كان بعيد. عندنا دي قليله شويه. يعني النادي الاهلي ما بيعملش كوادر، ما بيدخلش مدربين بتوعه المصريين كتير، لانه دايما الاجنبي نمره واحد عندنا. دايما. لكن كانوا بيدخلوا دايما في الازمات. في الازمات. بس في ناس كملت في الازمات. حسام ما شاء الله خد دوريات وخد بطوله افريقيا. والله انا عارف انه كابتن حسام البدري قد لا يكون له الظهير الجماهيري اللي هو. لا لا دي والله كان بيعمل والله كان بيعمل شغل كويس محترمه جدا في اشتغل ونضج مع ويوسف خد بطوله افريقيا برضه في 2013 اخد بطوله. فكل ده اشتغل من رحم المدرب العام. صح. فعماد لازم لما يجي النادي الاهلي يفكر في ده. هو عامل شغل. هو عماد انا بقول انه من انجح المدربين دلوقتي موجودين مع فرقه محترمه، مع نادي فيه هدوء بشكل كويس. ولو كابتن الخطيب كلموها بعتقد لكن الراي يرجع لعماد طبعا. لكن انا بقول لك على الخطوات. لو هو ما ندمتش يا كابتن ضياء في وقت من الاوقات ان حضرتك طلبت تبقى مدرب عام في النادي الاهلي وما وافقتش؟ لا لا. كان مع المهندس محمود طاهر. لا ده طلبني مدير كوره. مدير كوره. طيب انا كنت في ماسك الاداره الفنيه في اتحاد الكره الاماراتي. تمام. دي مش مشكله. لكن مدير الكوره كانت في الوقت ده كانت الامور. انا قلت له لا سيد عندك شاطر وسيد فعلا مدير كوره ناجح. انت واخد بالك. مدير كوره تبقى فيها الامور. مدير رياضي او مدير فني او في اشتغل في الفنيات حاجه ثانيه. حاجه ثانيه غير اداره الكوره. طبعا. صحيح. نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع كابتن ضياء. المغرد سباعي بيقول لي انت ما سالتش المغرد. هو مغرد قال لي انت ما سالتش الكابتن ضياء انه ماتش غانا كان فيه عفاريت. هو كابتن ضياء هيقول لك انه كان فيه عفاريت.
فيها عفريت اسمعي عفريت لا ولا عفريت ولا حاجه كره قدم كره قدم طبعا احنا مش هنرمي ونضحك على الناس الكلام ده مش بتاعنا احنا ما فيش عفريت ولا فيش الكلام ده كوره كوره ممكن يكون في مطر والجو وحش والبتاع لكن كله كان بره الخدمه يا باشا باتشيكو هينجح مع الزمالك ده سؤال سريع كده قبل ما اروح للسبوره هي محيره يعني الوقت ضيق اللي بيقوله هو اتعامل مع الزمالك بقى قبل كده فعارف اللعيبه كل اللعيبه دي متغيره ما فهمش حد موجود غير عبد الشافي يمكن هو مدرب ما اشتغلش كتير لكن مدرب كويس يعني كل مدربين نادي الزمالك انا بشوفهم بيقولوا عليه انه مدرب كويس يعني يلا بينا يلا بينا يلا اعلى بالمزيكا والسسبنس سعيد ايوه كله خد منكم السبوره دي ها كله خد السبوره احنا اول محل كله بيعمل سبوره وارقام احنا اول محل فتح بتاع موبايلات في الشارع بس الجوائز بقى يطلع لك دبدوب ويطلع لك بوبي واخد بالك اسماء احنا بعون الله احنا الاصل احنا اول محل موبايلات فتح في الشارع ايوه صح اراء الصريحه تمنع الانديه من التعاقد معي نعم ام لا هما مش اتفرجوا عليا اتفرجوا عليك ماشي صح اتمنى يكون لا اتمنى يكون لا تتمنى يكون لا اللي بعده برادلي كان مقتنع بمحمد نجيب اكتر من وائل جمعه خصوصا في مباراتي غانا نعم لا مش على طول وائل كان من كباتن المنتخب هو بس الماتش الثاني بتاع غانا يعني ماتش ثاني بس لما جينا كان رامي ربيع هيلعب و فبيقول وائل ولا نجيب ولا وائل ولا نجيب فيعني اتناقشنا حد قال وائل فحد قال ليه ومش عارف فقال لا نجيب اللي هيلعب فنجيب لعب وكسبنا يعني حتى ليه واقع معايا جوه الاوضه يقول لي يا كابتن انا بشكركم يعني انه وثقتوا فيا ولعبت قلت له انا بشكرك برضو ان انت خلصت علينا في الماتش الاولاني ومشيتنا نجيب لذيذ يعني فكرني بالكابتن سمير عثمان كابتن عبد الصمد سمير عثمان برضه قال لي اعمل ايه قلت له تعمل ايه خلص علينا كابتن عبد الصمد قال له متشكرين هو عجلنا تاني متشكرين يا كابتن سمير وعجلنا تاني من حلقات حياتي دي انا كلها ببقى متضايق اجيبها والله اجيب البق بتاع كابتن سمير بيقول لك الليمونات ماليش دعوه عضو مجلس اداره اتحاد الكوره طلب مني خيانه برادلي لاقالته وعدني بالتعيين بدل منه وعايز اجابه صريحه لا مش خيانه يعني طب طلب منك ايه اصل كلمه خيانه دي يعني سجن وكلبوش وتحقيق ونيابه لا بس طلب منك حاجه لا يعني قال لك انا ما بحبش مدربين اجانب يعني ونمشي وتكمل ايه قلت له لا وتكمل انت كابتن ضياء قلت له مدرب كويس جدا جدا وده يعني مدرب هايل يعني وبرادلي ما اعرفهاش لحد دلوقتي بس يا زكي لو بتتفرج ما تقولوش كابتن زكي هتلاقيه بيتفرج كابتن زكي عبد الفتاح بيتفرج ويتابع حبيبي طبعا هتلاقيه بيتابع حصل يعني حصل ايه ماشي ورفضت تعمل الحركه دي ليه؟ لا يا راجل ما صحش عيب ليه هو هيمشي وانت هتكمل؟ لا يا راجل خيانة المصلحه دي خيانه ده انت مش كنت اتكلمت السته دول بدري شفت بقى؟ هو يصحش طبعا انت قلت خيانه اهو اللي بعده طبعا اتمنى وجود محمد ابراهيم في الاهلي جدا جدا اتمنى فعلا يعني قلت عندي التصريح ده في وقت من الاوقات ما كانش لسه الموضوع اتطرح وخليت الناس كلها انتبهت للقصه بتاعت محمد ابراهيم كل الناس انتبهت وكل الناس ابتدت تحس ان محمد ابراهيم دلوقتي صحيح بتبص عليه حتى بقت العين رايحه له بشكل وهو ما شاء الله يعني مميز بس لسه ما خلصوش معاه في الاهلي ما عنديش فكره يعني انا دايما بسال السؤال ده وبجاوب لكن ما بجريش وراه يعني اصل يعني هيما ما اخدش رايك هيمة؟ طبعا مع كل يوم بياخد رأيي لا بياخد رأيي كل يوم وعارف ان عنده من عرض من الامارات وعرض داخلي لا بياخد رأيي طبعا لسه ما قررش لا هو مقرر طبعا بس النادي الاهلي ما اتحركش يعني النادي الاهلي لسه ما اتحركش لا ما اتحركش اللي بعده واحد بص ياخد المعلومة من بق الكابتن ضياء في حاجات كده امين اللي بعده بس اتمنى يلحق ويتحرك يعني حلم حياتي تدريب الاهلي كمدير فني نعم اي حد اي حد حلم حياته انه يدرب النادي الاهلي النادي الاهلي اسم كبير واللي بيرتبط بيه بيكبر معاه طبعا هي عمليه تبادليه لكن اسم النادي الاهلي على مر العصور بتكبر فيه اللي بعده كوبر افضل من برادلي بمراحل نظرا لما حققه مع المنتخب نعم ام لا ليه ما حققه طبعا ليه حقق نتائج رائعه وصل نهائي افريقيا وراح كاس عالم
طبعا، لكن كرويا لا، انا احب برادلي اكتر. تحب برادلي فنيا يعني. ماشي اللي بعده. حرمنا احمد حسن من الوصول لرقم قياسي اصعب تحطيمه في عماده لاعب العالم، نعم ام لا؟ الى الان احمد حسن متخيل ان انت السبب. لا الى الان هو عميد اللاعب العالم. لا بس هو متخيل ان انت هو خايف من راموس. بس بص هو مبطل بقاله قد ايه؟ احنا اللي يعني بعتقد ان برادلي كان قرار برادلي ولا قرار حقق له وصله للعماده بشكل كويس، اللي هو الى الان عميد لاعب العالم. بعد كده حصل اختلاف الاراء الفنيه. معاه ده كان معاند جامد مع كابتن احمد حسن. لا ما هو هو بس انا يعني احمد لعيب كبير وهو قاعد معاه، حتى انا ما حضرتش الجلسه دي. ماشي يعني هو قاعد معاه، طلب اجتماع مع احمد وقعد معاه. انا ما حضرتش الجلسه دي. هو احمد فاهم ان احنا اثرنا على برادلي او زكي، واستحاله ما حدش كان يقدر ياثر عليه. كنا قدرنا ناثر عليه في موضوع عصام. قراراته هي. هو قراراته اللي بعده. الحضري قال لبرادلي انا اعتزلت دولي فرد عليه مع السلامه. اللي عايز مع السلامه. لا الموضوع مش كده يا احمد عباس. يا احمد عباس انت عايز تولع الدنيا. وبعدين الحضري لسه عامل لنا مشاكل والراجل زي الفل وتمرين وجيم وزي الفل. لا هو قصه ساعه ماتش تشيلي في واحنا في اسبانيا، لا قعد معاه ليله الماتش وقال له احنا هنلعب شريف، انت اللعيب الاساسي وانت، وهو اللي كان بيلعب كل الماتشات الرسميه. ماشي بس عايزين نشوف شريف. فهو في التسخين راح عامل مداخله وقال لك انا اعتزلت دوري. مهيب ضحك عليه وخلص عليه. فراح الراجل قال له خلاص اللي عايز. لا ما قالوش. الراجل قال له اجتماع تاني يوم على الفطار، تعالى اقعد عشان نقعد نتكلم ونشوف عصام فيه ايه وهل هو اعتزل دوري ولا لا. فانا قبليها طبعا كلمت مع عصام وانت نرفزه وعدت وخلاص وانا اسف وخلاص. ماشي قعدنا. هل انت فعلا اعتزلت دولي وقلت كذا كذا؟ قال له انا اعتزلت دولي. راح الراجل قايم قال له انا بشكرك على الفتره اللي قضيناها، بشكرك جدا على الفتره وانت كنت سند وكنت فعلا مثال يعتزى بوتك. صحيح. والف لا باس الشر عليك وسلام عليكم. اللي بعده. لا السبوره النهارده نار. لا عباسه النهارده فيها مكافاه. لو طلبني رئيس الزمالك لتدريب الفريق كمدير فني ساوافق نعم ام لا؟ المشكله مش في رئيس الزمالك. المشكله في مدرب الزمالك اللي هم اكفاء. وانا بعترف ان هم اكفاء، هم اولى بناديهم، لكن الزمالك نادي كبير. طب اللي بعده. ابو تريكه وائل جمعه اخبرني بالاعتزال الدولي عقب خساره 6-1 من غانا، نعم لا؟ هم نعم خدوا قرارهم طبعا. والقرار ده بيبقى خاص باللعيبه، يعني ما تقدرش تتكلم، يعني ما تقدرش تحاول. ممكن يكون حد من اتحاد الكوره حاول يقنعهم بعد كده الفتره اللي ثم بلغوك اللي بعدين. انا عرفت يعني، عرفت. ودي يعني ان ابو تريكه كانت نفسيتهم متضايقه لان ابو تريكه وائل بالذات كان نفسهم يروح كاس العالم. اللي بعده. كمل بقى عصام الحضري لحد ما راح كاس العالم. عص ابنائي تحولوا لزملكاويه بسبب عدم وجودي داخل القلعه الحمراء، نعم ام لا؟ لا طبعا. لا الموضوع علي. لا لا علي صحابهم اللعيبه الزملكاويه. ما قلت الموضوع ده قبل كده، من المعسكر منتخب الشباب كانوا يروحوا معاهم النادي، محمد ابراهيم وعمر جابر تحديدا. كانوا. وبعدين محمد ابراهيم وعمر جابر دلوقتي سابوا الزمالك. أيه. تخيل محمد ابراهيم يعني ضحك على علي وهيروح الاهلي مثلا. تخيل لو راح الاهلي مثلا يبقى ورط. ورط علي مش ورط علي طبعا، الزمالك نادي كبير يعني. انا بتكلم بالنسبه لي انا. انتمي للاهلي يعني. وهو ودا الزمالك وراح هو الاهلي. واحد راح بيراميدز والتاني ممكن يروح الاهلي. والعيال اتورطت وانا بقى اللي باخد الكلام في دماغي. اللي بعده. اجابات سريعه بقى كابتن ضياء. رمضان صبحي سيكون اضافه لبيراميدز، نعم ام لا؟ طبعا طبعا اضافه كبيره كمان. اللي بعده. مش عايزين نفكر يا شباب، حسام حسن يستحق تولي القياده الفنيه للنادي الاهلي، نعم ام لا؟ ما طالما نعم ام لا؟ ما انا بقول لك اهو، طالما راح هيروح قناه النادي الاهلي كضيف. فخلاص بعتقد ان الامور، لو النادي الاهلي هو اللي بيفكر طبعا، هو اللي بيختار. النادي الاهلي حر. يبقى نعم. يبقى يستحق طبعا. ماشي. اللي بعده. اختيارات سريعا بقى. افضل مدرب في مصر دلوقتي عماد النحاس. عماد النحاس. اللي بعده. لو كان موجودا بمستوى الحالي في ظل قياده المنتخب كنت هتعتمد عليه؟ طارق حامد، عمرو السوليه، دونجا. ثلاثه. دونجا الكبير ولا دونجا الصغير؟ لا دونجا الصغير. لا طبعا طارق حامد. لا دونجا الصغير كان هيبقى لسه في مدرسه الكوره. طارق حامد وعمرو السوليه طبعا.
هتبقوا اضافه كبيره جدا. اللي بعده افضل لاعب دربته مين؟ محمد صلاح، حجازي، عمر جابر؟ ثلاثة طبعا، الثلاثه طبعا، بس طبعا اللي طول معايا وخد مني تعب اكتر حجازي. حجازي. اللي بعده افضل جيل للكره المصريه، جيل 90، جيل البطولات بتاعه 2006 و8 و10 ولا البطولات الثلاثه؟ نعم، جيل البطولات الثلاثه طبعا، الجيل اللي راح 90 طبعًا. والجيل اللي فاز بال حسني واحمد حسن وحضري لا كانت حاجه ما تقدرش تلاقي لهم ثغره. ماشي. اللي بعده اخر سؤال، افضل مدرب حراس عصرته مين؟ احمد ناجي، احمد سليمان، زكي عبد الفتاح؟ انا يعني ناجي ما اشتغلتش معاه كتير. ماشي. وطبعا كابتن احمد سليمان قيمه كبيره، لكن زكي مدرب كبير يعني. والله فنيا كبير جدا 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 جدا، هايل يعني. كابتن ضياء انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. عايز بس اقول حاجه بس للدكتور اشرف صبح، هو فضل. دكتور شاطر وبيشتغل. انا امبارح كنت في مكان انا ويوسف وعادل مصطفى. دكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه. طبعا. طيب اتفضل. عايز بس اقول له لان شفت حاجه مهمه جدا للبلد. ومهمه جدا، انا عارف ان هو ما بيتاخرش. كنا في زياره كده في حته في محافظه الشرقيه، بن شبل، قريه اسمها بن شبل والعزيزيه. بنشبل. ايوه. بصراحه كميه الشباب والناس اللي عايزه تلعب كوره وبتعمل ملعب تراب. أيوة. وانا عارف ان الدكتور اشرف ما بيستناش على الحاجات دي، وعارف ان النهارده كان في اسيوط وجولات وبيعمل وما بيتاخرش. الناس عماله تقول لي يا كابتن. انا ويوسف وعادي. أيوة. يا كابتن والنبي، قلت لهم هقول لو اي لقاء هقول الكلام ده. لقاء صحيح. فبصراحه يستاهلوا يكون عندهم ملعب ما بين العدد كبير جدا، بنشبل والعزيزيه. ماشي. دول اللي انا رحتهم. العدد كبير جدا، كميه الشباب كتيره والسن صغير. هاي. والملعب تراب وصغير. انا بعتقد انه الدكتور اشرف ان شاء الله ما يتاخرش، مش هيتاخر عن ده، لان هو شاطر ونشيط ودي حاجه بتخدم الناحيه الشبابيه بشكل كبير. اتمنى ان شاء الله باذن الله. والدكتور اشرف زي ما حضرتك ما بتقول يعني دؤوب جدا جدا جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ضياء. بشكر عباسط وعماره وسباعي. لا اسباعي احنا هنخلص عليه. لا ده سباعي ده خلاص خلص. ماشي. هو اصلا خلصان. حلقتنا خلصت النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فيها عمل بكامل. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في نفس الميعاد. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.